الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. يسرني في هذا اليوم المبارك السعيد ان اعلن عن افتتاح جلسه مناقشه رساله لدين دبلوم الماستر في قانون العقار والتعمير في موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض من إعداد الطالب الباحث إبار محمد. يسرني مرة أخرى أن يكون إلى جانبي في هذه اللجنة الدكتورة الفاضلة خديجة عضاوي وهي أستاذة معنا في هذه الكلية. والأستاذة خديجة أثناء من وزارة الداخلية إلى الكلية المتعددة التخصصات ويتبذل مجهودا جبارا فيما يتعلق بتقدير الطلبة وكذلك ما يتعلق بالتوجيه والتدريس على صعيد الماستر ولكن كذلك على صعيد الإجازة. أستاذة خديجة أكيد بأن لا تتردد عندما نطلب منها تقييم أعمال هؤلاء الطلبة وهي تشد الرحال من مدينة وجدة ولهذا نشكرها شكرا جزيلا على كل ما تبذلينه الدكتورة الفاضلة. مرحبا بك. كما يحضر معنا كذلك فضيلة الأستاذ سي محمد الإدريسي وهو وكيل المالك لدى المحكمة الابتدائية وحقيقة بأن السيد الوكيل منذ افتتاح واعتماد هذا الماستر وهو يؤطر معنا الطلبة في مادة القانون المدني وأنا أعتبره مرجعا في هذا الجانب في القانون المدني ولكن إلى جانب ذلك فهو حقيقة بأن قيمة مضافة لهذا الماستر لأنه يجمع ما بين النظر وما بين التطبيق ولهذا بأن الطلبة الذين كانت لهم الفرصة الأخذ العلم من فضيلة الدكتور سي محمد الإدريسي أعتقد أنهم إن شاء الله سيذهبون بعيدا خاصة في مادة القانون المدني. فضيلة الدكتور مرحبا بك وشكرا لكم. كما يحضر معنا كذلك الأستاذة القاضية سناء الباحي وهي الآن رئيسة لقسم قضايا الأسرة بالمحكمة الابتدائية بغنغور. والأستاذة سناء هي معروفة باجتهاداتها ومعروفة كذلك بالبحث العلمي ولهذا أن الأستاذة سناء الماحي توسمنا ونتوسم فيها دائما تلك المرأة التي تريد خدمة المجتمع بما تملك أكيد خدمة المجتمع من الجانب الإيجابي وأنها تقدم خدمات لطلبتنا في مجال البحث العلمي وهي تساعد الجميع كما أنها كذلك أستاذة لها اجتهادات خاصة في مادة الأسرية تمنينا أن تذهب محكمة النقد في التوجهات التي اجتهدت فيها الأستاذة وأكيد فيها من الاجتهادات التي أخذت بها محكمة النقد وهذا تشريف لنا أولا وتشريف للأستاذة الفاضلة سناء الماحي. أشكرك شكرا جزيلا. الطالب الباحث هو سي محمد إزعار ومعروف عندكم جميعا
أنا الفواز بتاعي زيادة، ولكن بدا كورس الثاني بدا مزيان، ولكن معليش على أية حال كان ولا زال في الطلبة اللي كنا نعودهم يعني قدوة لبقية الأخوات. سي محمد مستقى باحترافية هذا ولا يزال، وهو الآن يقدم هذا العمل من أجل نيل دبلوم الماستر في قانون العقاري والتعمير، واختار موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض. هو موضوع شاسع جدا، والحقيقة أننا دائما نترك المجال للطالب ليختار العنوان الذي يراه مناسبا للبحث فيه، ويبقى علينا فقط جانب التوجيه. لكن هذه فرصة، وتلاحظون أن اليوم يوم السبت وأنه في الحقيقة يخصص للعائلة، ولكن السادة الأساتذة هم الآن معنا لولا يعني الغيرة التي تمتلكهم جميعا على طلبتنا وعلى هذه المؤسسة، أكيد هو الدافع الأساسي لهذا. ولهذا أنه نقول لطلبتنا نرجوكم بأنه ليس من مهمة المشرف ولا من مهمة اللجنة صحيح الفاعل ينفعل، لا يعطيكم، ولا صحيح النصوص التشريعية، هذه راه متجاوزة. نهار اللي كنا كنبحثوا في الجديدة والشمعة، إياه ديك الساعة كنا نديرو والجريدة الرسمية غير موجودة، كنا نرتكبوا أخطاء في النصوص التشريعية. الآن الحمد لله بنقرة من على الزير راه كاينة في وزارة العدل، يعني بوابة وزارة العدل، ها الوورد، ها البي دي اف، خذوا اللي بغيتوا، النصوص موجودة، وهم يتحملون المسؤولية في وضع هذه النصوص. ولهذا أننا لن نكرر مرة أخرى هذه الملاحظات. المهمة اللجنة هي تصوير الأفكار وتحرير الطالب والطالبة على مزيد من الاجتهاد، وليس تصحيح الفاعل والمفعول. ولهذا أرجوكم حتى لا نتخذ قرارا لن يرضينا جميعا. أعطي وأرحب بالعائلة، الوالدة كاين والدة سوى ابنك، والدة الأخوات وجميع العائلة كنرحبوا بها كما كنرحبوا بالأساتذة ديالنا. مرحبا بكم جميعا ومرحبا بجميع طلبتنا. إذا الكلمة للطالب الباحث في الاستعراض ملخص لهذا العمل في ظرف 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالفعل تتسابق الكلمات لكي أعبر عما يخالجني في صدري من شعور ممزوج بالفرح والحزن. قلت بالفرح لأنني أتشرف أن أجد نفسي في هذا الموقف وأنا في صرح من صروح العلم والمعرفة في كلية العلم والمعرفة، الكلية المتعددة التخصصات في الناظور. قلت أنني أشعر بالحزن لذلك، لأننا قد وصلنا لآخر محطة من محطات الاختبار في هذه المدرسة، فإننا سنسوق لتلك اللحظات ولتلك الأجواء التي تقاسمنا فيها المر والحلو. وها نحن الآن نرحل عن هذه المدرسة. وها نحن الآن نرحل عن هذه المدرسة ماديا فقط وليس معنويا، لأننا سنظل منتمين إليها قلبا وروحا. هذه المدرسة التي لا تذكر إلا ويذكر معها منسقها وحارسها الأستاذ أحمد خرطان، وبهذه المناسبة فإنني أغتنمها لأتقدم له بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لما أسداه لي من نصائح وتوجيهات. ما كان البحث هذا أن يخرج على نحوه هذا سعيا مني في الالتزام بها وتخفي أثرها، فقد وجدت في أستاذي والمعلمي أبا يتقرب إليه طلابه كأبناء له، ويتسابقون العاملون في الكلية على مختلف درجاتهم. للترحيب به عند وصوله إلى الكلية. فقد وجدت فيه أبا يعني يتقرب إليه طلابه كما قلت، وتعلمت منه أن حسن خلقه
وحسن معاملة الصغير قبل الكبير هي كذكرى طيبة ستبقى بعد المنصب. كما أتشرف أن أجد نفسي في هذا الموقف وأنا بين يدي أساتذة أقطاب من العلم والمعرفة، وأخص بالذكر هنا الأستاذ الجليل والذي أعزه كثيرا محمود الإدريسي، والأستاذة المتألقة خديجة علاوي، والأستاذة الفاضلة سناء الماحي. وأنا أدلو بدلوي لأعرض عليكم ما لدي من بضاعة متواضعة، وأنا في بداية صعودي على سلم النجاح، سائل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. كما أنني ألحني تقديرا واحتراما لأبوي العزيزان وجدتي الحبيبتين المتواجدتين معنا هنا، فاللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وفيها صلاح إلا قضيتها لهم. دون أن أنسى كذلك إخواني عائلتي الكبيرة على مساندتهم الدائمة ودعمهم المتواصل، فأسأل الله لكم التوفيق والسداد أينما تواجدتم. دون أن أنسى كذلك الطلبة، وأخص بالذكر هنا طلبة الفوج الثالث، طلبة اجتمعت فيهم ما تفرقت في غيره من الأفواج، طلبة يعني كانوا يعني متميزين علما ومعرفة وأخلاقا، على الرغم من أن هذا الفوج كان يعني يحتوي كسيفتاء من الثقافات، إلا أن هذا التنوع لم يمنع من الانصهار والتوافقات طيلة هذه المسيرة الدراسية، على الرغم من أنه كنا نخطئ يعني في حق الفريق البيداغوجي ومنسقه ببعض التجاوزات الصغيرة، لكن السيد المنسق لكن السيد المنسق دائما ما كان يغمرنا بلطفه ويتسامح وعيا منه بأنه من دون الخطأ لا يتعلم الإنسان. ولا يسعني إلا أن أقول لهذا الفوج الرائع إنني أحبكم جميعا وأعتذر منكم إن غضبت أو قصرت في حقكم يوما ما، فإنني حاولت طيلة هذه السنوات أن أجد لنفسي عنصر الملائمة والموازنة بين السادة الأساتذة وبين طرفكم لأكسب الجميع في الأخير لا لأن أخسرهما. كما أشكر أيضا أستاذ الحضور من أساتذة أطر إدارية صديقات أصدقاء زملاء زميلات كل باسمه وصفته. سوف أقف إلى هذا الحد من الشكر لأمر مباشرة لعرض أهم ما تناولته في موضوع هذه الرسالة. فأنا اخترت موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في التقدير التعويض لأنه يعتبر مكونا من مكونات القانون المدني، وأنا من محبيه، فاخترت أن أبحث في هذا الموضوع لأنه لا زال يعني يثير ولا زال يثير العديد من الإشكاليات. فحاولت أن أجمع جل يعني شتات جل ما كتب في هذا الموضوع. وأعدت ترتيب هذه الأفكار لأنه أن تبحث ليس أن تتخيل وإنما أن تقلد في معاناة، هذا ما قمت به بالضبط أنا. فأعدت ترتيب هذه الأفكار، لكن كلما سنحت لنا الفرصة إلا وعبرنا عن رأي وخالفناه في لحظات ووافقناه في لحظات أخرى. لكن لن أكون مثل الشاعر الذي قال عن نفسه إني وإن كنت الآخر زمانه سآتي بما لم يأتي به الأوائل، ولن أكون مثل الشاعر الذي قال أيضا ومن لا يحب صعود الجبال يبقى أبد الظهر بين الحفار، وإنما حاولت أن أقف يعني أن أجد لنفسي موقع الوسطية والاعتدال بين مختلف هذه الآراء الواردة في هذه الرسالة، لكن دون أن أكون أيضا ممن قال فيهم الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. سوف أمر بعجالة إلى يعني تفكيك موضوع هذا البحث، يعني السلطة التقديرية للقاضي المدني، على أنه ينطوي على إشكالية تمتع القاضي المدني بالسلطة التقديرية. فمن الفقه من قال بأنه القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن، ومنهم من قال بأن القاضي لا يتمتع بسلطة تقديرية، ومنهم من قال بأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية ولكن هذه السلطة مقيدة، ولكن نحن أيدنا الاتجاه الذي يقول بأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية عند ممارسته لعمله القضائي. فالقاضي هنا سواء كان يعني أي كان موضوع النزاع المعروض عليه وأي كان النظام القانوني المطلوب تطبيقه على النازلة المعروضة عليه، فإنه يتمتع بسلطة تقديرية عند ممارسته لعمله القضائي.
لأن القول بانعدام هذه السلطة أي السلطة التقديرية هو انعدام للسلطة السلطة القضائية بحد ذاتها. فالقاضي كما قلت سابقا يتمتع بسلطة تقديرية سواء في فهم القانون أو في فهم الواقع. فالمشرع أحيانا قد يحدد أثرا في النص التشريعي في النص القانوني، فيكون اختصاص القاضي في هذه الحالة اختصاصا مقيدا، وما على المتقاضين أو الأفراد إلا أن ينصاعوا أو يخضعوا لهذه القاعدة القانونية دون أن يتحكم فيها القاضي. وهناك نوع من النصوص القانونية أيضا التي لا يحدد فيها المشرع المقصود منها بالذات، فالمشرع يحيل بشأنها إلى أصل خارج عن القانون. فالقاضي من النصوص القانونية التي توجد فيها هذه النوعية من الآثار، يعني ما يجب أن يقوم به رب الأسرة العاقل، فهنا يجب أن تتم مقارنة سلوك المسؤول هنا بسلوك رب الأسرة العاقل الذي يقول به القضاء ولا يقول به النص القانوني. كما أيضا من ساعد على الاعتراف بهذه السلطة التقديرية حالة تصادم النصوص القانونية مع مبادئ العدالة، الأمر الذي يجعل القاضي في هذه الحالة أن ينحرف أو أن يتخلى عن النص القانوني ليعم الشعور بالعدالة، لأنه في كثير من الأحيان على القاضي أن يتخلى عن النص القانوني، لأن القانون في الأخير ما هو إلا ترجمة حقيقية لواقع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي كانت سائدة عند صدور النص القانوني، فقد تتغير هذه العوامل دون أن يلحق أي تغيير لهذه النصوص القانونية، وبالتالي يتدخل القاضي ليوائم هذه النصوص القانونية مع سنة التطور. فإذا كان الفقه هو المظهر العلمي للقانون، فإن القضاء هو المظهر العملي له. فإن تجرد القانون من مظهري العلمي والعملي فإنه لا يتبقى منه شيئا كثيرا. ومن أجل إقرار السلطة التشريعية، يعني ومن أجل إقرار مشروعية هذه السلطة التقديرية، قرر الفقه أن هذه السلطة لا تمارس على هامش القانون، وإنما تمارس داخل القانون وفي إطاره. ولتوجيه يعني فالمشرع يختلف عند توجيه لنشاط القاضي الذهني في هذه الحالة على حسب الأثر الوارد في القاعدة القانونية، فقد يحدد أثرا في الواقع في 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 النص القانوني يتطابق مع المفترض الوارد في القاعدة القانونية ووقائع النزاع المعروض عليه، وفي هذه الحالة يجعل يعني تطبيق هذا الأثر من قبل القاضي جوازيا، يمكن أن يحكم به ولا يمكن أن يحكم به. على سبيل المثال يعني أوردت يعني كمثال على ذلك الفصل 99 من قانون التزامة والعقود، يطبق الفصل 99 من قانون التزامة والعقود إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الفاعل الأصلي من بينهم وتعدد الأشخاص الذين ساهموا في هذا يعني في هذا الضرر. فهنا القاضي يكون عندما يتم يعني عندما تكون المسؤولية متساوية بينهم، فالقاضي إما أن يخير أن يحكم بالتعويض بالتساوي إلا إذا استطاع أن يحدد نصيب كل واحد منهم في هذه الحالة. وهناك من النصوص القانونية الأخرى التي يريد فيها المشرع أكثر يعني أثرين ثلاث يعني هناك آثار يمكن يعني أن يختار من بينها القاضي الحكم على النازلة المعروضة عليه في هذه الحالة. كمثال على ذلك ما ورد في الفصل 259 من قانون التزامة والعقود، يعني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن في هذه الحالة إما أن يطلب تنفيذ الالتزام في الجزء الذي ما زال ممكنا أو فسخه مع التعويض في كلا الحالتين. فالمشرع في هذا النص القانوني حدد أثرين، إما أن يحكم بالفسخ بالنسبة للجزء الذي ما زال ممكنا أو يحكم بتنفيذ الالتزام مع التعويض في كلا الحالتين. وبالتالي يعني فالمشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى حاول أن ينظم أو يؤطر قواعد مختلف يعني تطبيقات المسؤولية المدنية، إلا أنه لم يخص للتعويض القضائي إلا فصلين، فصل 98 والفصل 264 من قانون التزامة والعقود، اللذان يكرسان بشكل جلي هذه السلطة التقديرية. حاولت أن أقسم هذا البحث إلى فصلين، الفصل الأول قمت يعني بعنوانته بتحديد هذه السلطة، أما بالنسبة للفصل الثاني فأوردت فيه يعني قمت يعني بعنوان مجال السلطة التقديرية القاضي المدني والرقابة القضائية عليه في هذه الحالة. لن أستعرض عليكم يعني تقسيمات هذا البحث، وإنما سأمر مباشرة إلى عنوانة يعني المبحث الأول من الفصل الأول الذي يعني جاء تقدير
القاضي المدني لأركان المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي. فأول يعني أول يعني أول ركن من هذه الأركان هو الخطأ. فالخطأ هو كما معلوم عرفه المشرع في الفصل 78، الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير إحداث وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. فلتقدير عنصر التعدي هنا اختلف الفقه بين من يعتمد منهم المعيار الشخصي وبين من يعتمد المعيار الموضوعي، لكن الراجح أن السلوك أن الانحراف في السلوك يقاس بمعيار الرجل العادي أي معيار رب الأسرة العاقل. أما بالنسبة للمشرع المغربي فنجد أنه مزج بين المعيار الموضوعي والمعيار يعني والمعيار الشخصي، ولكي يؤخذ الشخص يعني الفعل الصادر عنه لا بد من أن تتوافر فيه أولا العنصر الأول الإدراك والعنصر الثاني التمييز. فأنا سجلت مجموعة من الملاحظات على الأحكام التي تنظم الخطأ في هذه الحالة. فكما قلت المشرع مزج بين المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي، إلا أنه بعض التشريعات وبعض الفقه تخلى عن يعني العنصر الثاني المتمثل في التمييز واكتفى بعنصر التعدي، بمعنى يعني ونجد هذا المقتضى أكثر منطقية وأكثر موضوعية من الاتجاهات السابقة، وبالتالي يمكن أن نتصور صدور الخطأ من طرف شخص عديم التمييز أو من المجنون، لأن سلوكهما هنا سلوك يخالف الرجل المعتاد. ايضا الملاحظه الثانيه التي سجلتها في هذا الصدد وهي الملاحظه المتعلقه يعني امام يعني تزايد الحوادث في اطار مسؤوليه يعني المسؤوليه المدنيه التقليديه لم تستطيع ان تحمي المغرورين من الحوادث التي تزايد عددها وجسامتها وصعوبه اثباتها. ومن اجل سد النقص الذي اعترى المسؤوليه المدنيه القائمه على الفعل يعني قائمه على الفعل الشخصي ظهرت نظريات اخرى. اول نظريه في هذا الاطار نظريه تبعه المخاطر، يعني أن يلتزم يعني كأن يلتزم هنا يعني من أحدث نشاطا ضارا في المجتمع ويجني منه أرباحا أن يقوم بتعويض الأضرار الناتجة عن هذا الضرر. وبالتالي ندعو المشرع أن يستغني عن الفكرة التقليدية للمسؤولية المدنية وأن يؤسس المسؤولية عن الضرر. ولنا مبرراتنا في ذلك وكما أوردتها في الرسالة. المبرر الأول يعني والأهم يعني أمام التشابك الصناعي يعني أو فلا يسمح بتحديد شخص مخطئ من بين العديد الأشخاص من بين العديد الأشخاص الذين ساهموا يعني في النشاط الصناعي. فمثلا إذا أخذنا على سبيل المثال مسألة تتابع العملية على السلعة الواحدة، فمن المصنع مثلا الى المجهزين ثم الى الناقلين ثم الى الموزعين، فلا يعني فمثلا هنا يعني كنقل دم الى شخص من غير فصيلته في هذه الحاله، فلا نعرف اين هو الخطا. هل الخطا في التعبئه؟ هل الخطا في التحليل؟ هل الخطا من طرف المستشفى او الخطا من طرف الصيدلي؟ ولكي لا يتوه يعني المضروب في هذه الحاله في متاهات من الشخص المسؤول، انا الاوان لان نستغني عن الفكره التقليديه للخطا وان نؤسس مسؤوليه كما قلت سابقا عن الضرر في هذه الحاله. سوف أمر بسرعة وبعجالة إلى الركن الثاني وهو ركن الضرر كما نص عليه المشرع في الفصل 78، كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه. فالمشرع هنا يعني زاوج بين إمكانية التعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي. يعني آن الأوان يعني حتى الضرر المعنوي يمكن يعني أخضعناه لنفس معايير ومقاييس الضرر المادي، إلا أن هذه النقطة لم تسلم من الانتقاد. إذا كان الضرر المادي يعني هو يخضع لمعايير ويخضع لمقاييس من الإمكان أن تحدد هذا يعني هذا الضرر، يعني سواء تعلق الأمر بشيء جامد أو تعلق الأمر بجسد المضرور، فهو الخبرة الطبية أو الخبرة من نوع آخر يمكن أن تقدر لنا التعويض وبالتالي يحكم به القاضي. أما بالنسبة للضرر المعنوي فإنه لا يخضع لنفس معاييره ولنفس مقاييسه التي يقاس بها الضرر المادي، لأن الاعتداء هنا هو اعتداء على الشخص كإنسان وليس على ذمته المالية. فسواء ترتب عن ذلك يعني فقد عضو من جسم الإنسان أو اعتداء على المعتقدات أو فقد ابن عزيز في هذه الحالة، فإن هذه الأمور ما لا يقبل التقييم كالضرر المادي. ملاحظة أخرى سجلتها على المقتضيات يعني الضرر المعنوي، فالضرر المعنوي كما هو معلوم منظمة مقتضياته في ظاهر جيش أكتوبر 1984 المتعلق يعني بالأضرار البدنية التي تسبب فيها عربات بارية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، والضرر المعنوي الوارد في مقتضياته في يعني القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود. فهنا وجدنا يعني اجتهادات قضائية من تخضع هذا التعويض لهذا الظاهر يعني ظاهر جيش أكتوبر 1984، ومنها من تخضع هذا التعويض يعني لقانون الالتزامات والعقود.
فهنا يعني فهنا نجد انه يعني نؤيد يعني حتى انه ظهير جيش اكتوبر 1984 حدد يعني او قلص من الاشخاص المستفيدين من هذا التعويض، فحدده في زوج المتوفى واصوله وفروعه الى غايه الدرجه الاولى. اما بالنسبه للاحكام العامه فانها يعني لم تقيد ولم تحدد لائحه الاشخاص الذين سيستفيدون من هذا التعويض. يعني كخلاصة أخيرة، يعني التساؤل الذي أتساءله هنا هي ما مدى سلطة القاضي في تقدير التعويض؟ فسأجيب يعني في ظرف دقيقة، يعني مما لا شك فيه أن منح سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في حسم الدعاوى يعتبر أفضل وسيلة لحسم أكبر عدد من القضايا، خصوصا في الوقت الحاضر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسألة التعويض، لأنه قد يقال أن في بعض الأحيان يعني قد يحكم القاضي يعني قد يتم الحكم بتعويضات متفاوتة تفاوتا صارخا، خصوصا في قضايا متشابهة، يعني فإن معالجة هذه المشاكل لن يتم بتحويل هؤلاء القضاة إلى مجرد آلة لتطبيق النصوص القانونية التي يفترض فيها أنها توقعت كل شيء، وبذلك نؤيد الاتجاه يعني الرأي الذي قال به أحد الباحثين والذي قال فيه أن تحكم القاضي الذي يخفف من حدته معرفته بوقائع الدعوة يعتبر أفضل من تحكم المشرع الذي لا يعرف التجريس. وأقف إلى هذا الحد وأحيل الكلمة للسادة أعضاء لجنة المقاضاة. شكرا. شكرا لهذا الملخص المتعلق بالعمل الذي انجزه، واعطي الكلمه للاستاذه خديجه عبدلاوي فتتفضل. مشكورا. بداية أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني لفضيلة الدكتور سيدي أحمد خطاب على تشريفه لي بعضوية لجنة مناقشة الطالب الباحث محمد إزعر حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض. له من الله عز وجل جزيل العطاء وله مني جزيل الشكر والثناء. الشكر موصول كذلك لزميلي الأستاذة الدكتورة سناء الماحي والدكتور الفاضل محمد الإدريسي اللذين أعتز وأتشرف بتواجدي معهم في هذا المحفل العلمي. شكرا لكم. الشكر موصول كذلك لكل الطلبة الباحثين الحاضرين وكذلك لعائلة المحتفى به ولكل من يعني حضر لهذه المناقشة. كذلك موضوع هذه الرسالة التي قبل أن أتحدث عن موضوع الرسالة في الحقيقة أود أن أقدم كذلك الشكر للطالب الباحث محمد إزعار على تناوله لهذا الموضوع. الموضوع هو الذي يعتبر موضوعا قديما جديدا لأنه تطرق فيه إلى دراسة مجموعة من الحيثيات وكذلك الأفكار التي تعتبر على أفكار مهمة سواء من حيث المنهج المتبع وكذلك من حيث الأفكار المعالجة في هذا الموضوع بصفة عامة. بالنسبة للرسالة فهي تتناول موضوعا أصلا في غاية الأهمية كما قلت لأنه يثير إشكالات عديدة ونقاشات فقهية وقانونية وكذلك قضائية مستفيضة حول أساس السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض من جهة وكذا مجال إعمال هذه السلطة التقديرية، هل تعمل على إطلاقها أم أن هناك مجالات محددة يحددها القانون بموجب قانون التزامات والعقود.
كذلك هناك سواء هذا في مجال المسؤولية العقلية أو المسؤولية التقصيرية التي تنبني على الفعل الشخصي أو عن فعل الغير إلى غير ذلك، بالإضافة إلى حدود هذه السلطة التقديرية للقاضي المدني بتقديره للتعويض ومدى رقابة محكمة النقض على هذه السلطة بصفة عامة. بالنسبة لهذا البحث سأبدأ مع الطالب الباحث يعني حول بعض الملاحظات التي ستجمع بين ما هو شكلي وبين ما هو موضوعي، وسأحاول أن لا أتجاوز المدة المحددة وهي 20 دقيقة. بالنسبة نظرا لالتزامات خارجة عن الإرادة لأن هذه القاعة يجب أن نفرغ القاعة قبل الساعة الثانية. بالنسبة للصفحة الأولى من البحث أشرت إلى رسالة لدي لي دبلوم الدراسة أو الماستر في قانون الفرص تحت نسيت ذكر العنوان تحت عنوان يجب إضافة عنوان كذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد خطا. نفس الشيء بالنسبة للصفحة الأولى أشرت إلى مجموعة من الرموز التي استعملتها في بحثك ولكن نسيت رمزا آخر لأنك استعملته أكثر من مرتين وهو قاف ميم والمتعلق بقبل الميلاد خصوصا وأنك تطرقت إلى التأصيل التاريخي للمسؤولية المدنية سواء في القانون الروماني أو إلى آخره وأشرت إليها أكثر من مرتين لذلك يستحسن إدراجها في هذا يعني في هذه اللائحة مثلا في الصفحة الرابعة الصفحة الثالثة وهكذا. بالنسبة للبناء العام للبحث جاء هذا البحث في منتظما في مقدمة فصلين اثنين يتضمن كل فصل مبحثا وكل مبحث يتضمن مطلبين وكذلك خاتمة ضمنها الباحث مجموعة من الاستثناءات والخلاصات الجوهرية التي توصل إليها وكذا المقترحات التي يقترحها بشأن هذا الموضوع بالإضافة إلى فهارس علمية وفهارس الموضوع إلا أنه الملاحظ بصفة عامة بالنسبة للفصول نلاحظ بأن مقدمة الفصول أصلا في معظمها تساوي مقدمة المباحث مثلا الفصل الأول صفحة 9 نفس ملي كنمشيو لصفحة 9 غادي نصيبو نفس عدد الأسطر المقدمة اللي كاينين في الفصل الأول هما اللي كاينين في المبحث الأول يعني في الصفحة 10 وكذلك في المبحث الثاني ونفس الملاحظة موجودة كذلك في الفصل الثاني صفحة 104 وصفحة 104 صفحة 105 وصفحة 153 نفس المقدمة الموجودة يعني في الفصل تعادل المقدمة الموجودة في المبحث وهذا خطأ يجب استدراكه لأن الفصل يعبر أكثر عن محتوى المباحث التي سيقوم بدراستها لذلك يجب أن نفصل في الفصل أكثر من البحث بصفة عامة في المقدمة فقط. بالنسبة لي من حيث الدقة في التوثيق هناك بعض المراجع المضمنة بهوامش الرسالة بصفة عامة ينقصها التوثيق وللأمانة العلمية يجب استدراك ذلك وأعطيه مثال مثلا الهامش رقم 5 صفحة 12 الهامش رقم 5 صفحة 12 محمد يحيى ولد عبد الودود لم تشير إلى المطبعة ونفس الشيء بالنسبة لمجموعة من يعني الهوامش الأخرى وما يسري على الهوامش يسري كذلك على المصادر والمراجع وسأخصها بالذكر عندما أتحدث عن الفهرس بصفة عامة. بالنسبة للمقدمة المقدمة بصفة عامة أشرت قبل أن أشير إلى المقدمة أشير إلى أنه بحثك في الحقيقة هو يرقى إلى درجة أطروحة نظرا لكمية المعلومات التي تطرق إليها الطالب الباحث وكتبها بواحد الكاركتير صغير اللي نورمالمون خاصو يتكتب بالسايز يعني بالستاش ولكن هو مخافة أن يبان البحث كبير كتبها بواحد الكاركتير صغير ولكن أنا أقول لكم من هذا المنبر
ما تغيروش في الخطوط، خليوا الخطوط لان طبيعه الموضوع هي التي تفرض عليك طول او قصر. كاين موضوع اللي ما كنصيبو ما نكتبو فيه، كاين موضوع اللي كتكون فيه تراكم المعلومات وكيكون موضوع طويل، ضروري ان نناقشوه بجميع حذافيره. لذلك لا داعي لتصغير الخط، يجب هنايا لجينا نرجعو الرساله فيها 190 صفحه تقريبا. الى جينا نرجعو الكاركتر العادي غادي نصدقو في واحد تقريبا 300-280 صفحه، وهذا ليس عيبا لان طبيعه الموضوع تقتضي ذلك. لذلك يستحسن انك دير الخط بحجم 16 حتى يسهل على القارئ ما يضرش عينيه، لانه هنايا كانت صعوبه في الدراسه في الحقيقه، خصوصا اللي ما دايرينش النظاظر كما انايا ما دايرينش النظاظر ضروري نقرب. كما قلت بالنسبه للمقدمه، السي محمد اعرفه يعتبر من ضمن الطلبه الهادئين والطلبه اللي يعني تبارك الله عليهم يعني كيعطيو كل مجهود ديالهم، لذلك انا اعرفه شخصيا ودارت عندي، بالتالي عرفت طريق كان يود ان يقوم يعني كان باغي يدخل كل شيء واكبر قدر من المعلومات، وهذا اكبر قدر من المعلومات خلق له واحد الركاكه في الاسلوب خصوصا فيما يتعلق بالمقدمه. فحدثت عن الامام مالك في السطر الثاني في المقدمه، ولكن قلت ان قال الامام احمد او عفوا قال الامام احمد لابد للناس من حاكم اتذهب حقوق الناس، ولكن من هذا الامام احمد؟ هو عالم يجب تعريفه، وهذا قد اشرنا اليه سابقا، وهذه الملاحظه دائما كنعطيها للطلبه كاملين. لذلك الحديث ليس موجها فقط للسي محمد، ولكن موجها حتى بالنسبه للطلبه اللي غادي يناقشوا البحوث ديالهم. بالنسبه للهامش الاول يعني الاول في نفس الصفحه، المغني لابن قدامه الجزء العاشر مساله 8215، هذه المساله عندها تسميه يجب ذكرها قبل، وكذلك حتى التوثيق ديال هذا المرجع هو غير موثق بطريقه علميه وبالتالي يجب اعاده توثيقه. نفس الفقره الاولى الفقره الثانيه، بعد ان علمنا ان الله تعالى امر بالعدل وكذلك رسوله، عدل الله في بدايه الكلام لم تشير لا لايه قرانيه ولا لحديث نبوي، وتقول بعد علمنا بعد ان علمنا. لذلك كما قلت انت لا زلت لم تقل شيئا يذكر، لذلك يجب اعاده صياغه هذه الجمله بما يخدم الموضوع. نفس الهامش في نفس الصفحه هو غير مذكور كذلك في فهرس المصادر والمراجع. بصفة عامة هذا الأسلوب اللي عندك في المقدمة يجب إعادة النظر فيه وإعادة المقدمة ككل بس واحد الأسلوب سلس حتى يسهل فهمها واستيعابها بصفة عامة. هناك كذلك الصفحة الثالثة عندك الفقرة الثانية والثالثة، يجب عليك إعادة الربط بين الفكرتين في هاتين الفقرتين. أشرت إلى المنهج التاريخي ولكن لم تذكره، وبالتالي يجب أن تحدث عن تأصيل القانون الروماني كما قلت ومجموعة من القوانين الأخرى إلى آخره، ولكن لم تشير إلى المنهج التاريخي. نفس الشيء بالنسبة للصفحة الرابعة عندك المرحلة الثانية يعني الفقرة الأولى الفقرة الثانية كذلك إعادة صياغة هذه الجملة من جديد. ثم بعد ذلك ألغيت السجون الخاصة في القرن الرابع قبل الميلاد، وبذلك تم القضاء نهائيا على نظام التنفيذ على شخص المدين واستبدل به نظام التنفيذ واستبدل هذا النظام بنظام التنفيذ على أموال المدين لا أقل ولا أكثر. الصفحة أربعة الفقرة الثانية المرحلة الثانية السطرين الأخيرين، قلت أنه ثم بعد ذلك ألغيت السجون الخاصة في القرن الرابع قبل الميلاد، وبذلك تم القضاء نهائيا على نظام التنفيذ على شخص المدين واستبدل به نظام التنفيذ على أمواله كما هو في العصر الحالي، وأصبح الالتزام علاقة قانونية بعد أن كان قيدا ماديا يلتزم المدين فيه بذمته لا بجسده وبحريته. لذلك كما أقول استبدل هذا النظام بنظام التنفيذ على أموال المدين بكل ثلاثة.
لذلك يجب إعادة صياغة هذه الجملة من جديد كما قلت. خامسة، أشرت إلى المنهج المقارن كذلك ولم تشير إليها في مدك عندما وضحت المناهج التي يعني المناهج التي تطرقت إليها من خلال بحثك. يجب عليك إدماج المنهج التاريخي المنهج المقارن. السطر الثالث، أشرت إلى التقنينات، ولكن نحن لا نتحدث عن التقنينات وإنما على قوانين، ونفس الشيء يعني هذه الكلمة تكررت مرتين في نفس السطر. تتأثر تلك التقنينات، تتأثر تلك القوانين بصفة عامة، وركزت دائما تقول فإن ما يهمنا في هذه الدراسة، أنت لا تدرس وإنما أنت تبحث، ما يهمنا في هذا البحث بصفة عامة. السادسة، الفقرة الثالثة، قلت في السطر الثالث هذا ما جعلنا نتعرض لجوهر هذه السلطة التقديرية من حيث مداها، وذلك من خلال نشاط القاضي المدني التقديري سواء في المجال التعاقدي أو المجال التعاقدي. واستعراضنا لنشاط القاضي المدني في هذين المجالين لا يعني لا يغني أو لا يعني ذلك أن نشاط القاضي المدني التقديري ينحصر في النقاط، لذلك هذه العبارة يجب إعادة يعني صياغتها من جديد. وكذلك هب يعني وذلك لأننا في نفس الفقرة السطرين الأخيرين، وذلك لأننا لن نضيف بهذا الصدد شيئا كثيرا، فليس بإمكاننا إبداع مما كان من دراسات فيها على مستوى الفقه المقارن، وإنما الجديد الذي نزعمه هو. لذلك العبارة كلها خاصها تحيدها، أنت يجب أن تقف موقف حياد، وخاصك تجنب الحشو والإطناب، لأن عندنا هنا لغة وظيفية قانونية. نمشي مباشرة، بغيت نتحدث بأنني ما غاديش نجيب القديم اللي كان، ولكن الجديد عندي في الدراسة هو كان، ولك اقتراح من الثاني لا اقل ولا اكثر. بالتالي هذه العباره كلها الجمله كامله تحيد من المتن. نفس الشيء بالنسبه للصفحه السابعه، مجموعه من الملاحظات سامدك بها يعني مباشره بعد المناقشه، يعني مباشره اذهب الى ان اشير الى ان هناك مجموعه من الاخطاء الاملائيه التي حرفت المعنى. أعطيك مثلا حربعة وردت في الهامش العبارة الأخيرة نتيجة قوة قاهرة، في الهامش نتيجة قوة قاهرة، بالتالي يجب صحيح الكلمة. قريت واش نكتب؟ ردوا البال الحروف بعد المرات، لذلك قلبت القاف بالعين، يجب تغيير قوة قاهرة. كذلك صفحة سبعة، السطر الثاني للقاضي، عدة أو سلطة تقديرية للقاضي غدت من سمات العمل القضائي، مش القاضي، من سمات العمل القضائي، حيث يكاد لا يخلو أي عمل قضائي من استعمال السلطة التقديرية. يعني هذيك العبارة خاصة تحيد، نخلط فيه قدرا من العمل الإرادي من استعمال السلطة التقديرية. كذلك ما قلت هناك أخطاء يجب تغييرها، يعني تصحيحها، لأنها حرفت المعنى ككل، بالإضافة إلى أن هناك بعض الكلمات يجب استبدالها ليستقيم المعنى بمفردات وظيفية تخدم السياق القانوني. مثلا دائما في الصفحة السابعة غادي نتحدثوا مثلا في الفقرة الثالثة، غير خاف أن موضوع هذه الدراسة التي تدور، احنا ماشي كدور، التي تتمحور. كذلك صفحة 165 المعيار الموضوعي، ينهي القائلون
معنى ناسيوني، وإنما يجمع أو يرى القائلون بأنه مصطلحات يجب تغييرها في الحقيقة. كما قلت احتراما للوقت، أمر معك مباشرة إلى بعد، أشير إلى أن هناك بعد مثلا عناوين مباحث طويلة، مثلا في البحث الثين المبحث الثاني السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير موجبات التعويض في المجال التعاقدي والعوامل المؤثرة في تقديره. هنا يمكن أننا نستبدل العنوان بتقدير القاضي المدني لموجبات التعويض في المجال التعاقدي والعوامل المؤثرة. أنه خصنا نتجنبوا العناوين الطويلة لأنه ما كانت إحنا كنعطيو ما كنحللوش، كنعطيو بصفة عامة الإطار اللي غادي نناقشوا فيه فكرة معينة، بالتالي يجب تغيير هذا العنوان. بالنسبة لي اللي أمر معك بعجلة إلى الخاتمة، الخاتمة نفس الشيء صفحة 188 الجملة التي وردت قبل الجملة الأخيرة، وعلى أي حال يعد ما ذكر تبعيدا لخلاصة في هذه الدراسة والتي لا يسع حيز الخاتمة استحضارها، تبعيدا إلى آخره. قلت بأننا نحن ندرس القانون، لذلك لغتكم يجب أن تكون وظيفية تخدم المجال القانوني. نتبعدوا كاع هذه الجملة كلها غادي تحيدها، ديروا بناء على ما تم التطرق إليه في هذا البحث، يمكن إعطاء مجموعة من الاقتراحات الكفيلة بتدارك عدد من الثغرات التشريعية، وهي كالتالي صافي. ونبينا عليه السلام نفس الشيء بالنسبة ل عطيت واحد الفكرة، بغيت ما بغيتش نناقش مجموعة الأفكار ولكن نظرا لضيق الوقت، ولكن عندي فكرة مقترح أعطيته في صفحة 190 تحدثت عن وجوب إعمال التحكيم في القضايا المتعلقة بالتعويض والتي تكون محدودة من حيث القيمة، ما بين قيمة تقدر ما بين 10,000 درهم كذلك 10,000 درهم 10,000 درهم إلى 20,000 درهم. في الحقيقة هو جيد أن تقترح التحكيم، ولكن خصك تعرف أصلا التحكيم وشنو كنقصدو بالتحكيم. التحكيم هو في الحقيقة هو قضاء أطلق عليه البعض بأنه قضاء النخبة، إلا مشينا هذا كسبيل لتجنب الملفات المتراكمة أمام القضاء إلى آخره، لأنه ولكن إلا مشينا للتحكيم يعني أجرة المحكم أو أتعاب المحكم من سيؤديها؟ المدعي أو المدعى عليه؟ إذا تحدثنا عن المدعي، المدعي أصلا هو يطالب بالتعويض، وإذا كان التعويض ديالو ما كيتجاوزش 20,000 درهم، واش هاد 20,000 درهم غادي يخلص منها المحكم يعني مناصفة مع المدعي أو المدعى عليه، أم أن المدعى عليه هو الذي يعني غادي هو اللي غادي يؤديها، أم أن المدعي هو اللي غادي يؤديها؟ اللي جينا نشوفوا راه في الحقيقة مصاريف التحكيم راه كفوق 20,000 درهم في جوج الحالات، لأنه عندنا التخصص. وإلا غادي نمشي إلى سكنينا تحكيم في المجال الاجتماعي والأسري اللي كيكون عنده يعني عنده مصاريف كبيرة في الحقيقة، راه يستبعد إجراء التحكيم فيما يتعلق بهذه المسائل، لأنه ما عندناش هيئة تحكيمية متخصصة تابعة للدولة من أجل أن تقوم بالبث الأدنى من النزاع، وبالتالي حتى المصاريف ديالها ما غاديش يديها الأطراف المتنازعة. لذلك كان الأجدى أن تقوم بطرح أو فرضية أنه يمكن اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات عوض اللجوء إلى التحكيم، مع العلم أنهم سيان لا الوساطة ولا التحكيم كلهم مصاريفهم باهظة، لدرجة أنه التحكيم قال عنه البعض بأنه قضاء النخبة، والوساطة كذلك خصوصا عندما تعمل في المجال التجاري. لذلك حتى المقترحات يجب أن تكون يعني مقترحات يعني تراعي القيمة المالية التي ذكرتها، بالتالي يمكن أنه إجراء تحكيم فيما يتعلق بعقود التجارة الدولية أو بعقود العقارية أو بعقود مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتعويض، ولكن يكون التعويض فيها باهظا
وهذا التعود كيحتاج اصلا لاشخاص متخصصين في مجال العقاري مثلا، لكن اذا متعلق بالعقار خصنا نجيبوا اشخاص متخصصين في المجال العقاري، لانهم هما اللي غادي يقدروا لنا، هما متخصصين وخبراء وغادي يمكن يقدروا لنا التعويض عن الضرر الذي اصاب يعني المدعي او المتضرر في هذه القضيه. ونفس الشيء بالنسبه للوساطه. امر كذلك للائحه او كما عنوانتها لائحة المراجع. الحقيقة نحن لا نتحدث عن لائحة وإنما نتحدث عن فهرس المصادر والمراجع، والرسالة هي أصلا غنية بالمصادر والمراجع. أولا نتحدث عن المراجع باللغة العربية وليس المراجع أو لائحة المراجع باللغة العربية، المراجع باللغة العربية، المراجع العامة وكذلك المراجع المتخصصة وليست المراجع الخاصة. هناك بعض المراجع التي جاءت عندك وهي مفتورة كما هو الشأن بالنسبة للجميل الشرقاوي النظرية الكتاب الأول، هذا مرجع مفتور يجب النظرية في ماذا؟ القانون في ذمه العقود أو في المسؤولية أو إلى آخره، لذلك يجب تصحيح هذا الخطأ. كذلك عندك هناك مراجع مذكورة مرتين، مثلا سليمان مرقف هذا مذكور مرتين يجب يعني حذف السطر الثاني. كذلك هناك بالنسبة لبعض المراجع ينقصها المطبعة أو دار النشر، كذلك بالنسبة أو المكتبة كما هو شأن بالنسبة للكريم الطالب مطبوعة مكتبة المعرفة وليس المعرفة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لصفحة 193 فيما يتعلق بفتح والي، وكذلك محمد الشيلح ومحمد صبري السعدي، هؤلاء يجب عليك إدراج الطبعة والمطبعة التي أصدرت مراجعهم بصفة عامة. بالنسبة لإدراج تبع المجلات في بالنسبة للمراجع العامة، وكان الأجدى أن تدرجها ضمن المجلات كما هو الشأن بالنسبة لمحمد نجيب حسني الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبة، هذه مجلة وليست كتاب. نفس الشيء كذلك إبراهيم صفحة 194 إبراهيم الدسوقي أبو العيد هذا مرجع مذكور مرتين كذلك. هناك كذلك خطأ في منشورة الحلبي وليس بالنسبة لحسن حنتوش. بالنسبة لعبد الجليل البدوي كذلك هي مجلة وليست كتاب، لذلك يجب عليك إعادة يعني ترتيب هذه المراجع بصفة عامة. وقع لك خلط ما بين الأطروحات والرسائل، الأطروحات دائما تكون في المرتبة الأولى قبل الرسائل، ووقع لك خلط كذلك ما بين الأطروحات ما بين الأطروحات المنشورة وهي عبارة عن كتب كان أجدى أن تضمنها في الكتب وليس في جهة الأطروحات، ووقع لك خلط كذلك في الرسائل دبلوم الدراسات العليا ورسائل دبلوم الدراسات الماستر وكذلك بحوث نهاية التمريض بالنسبة للمعهد العالي للقضاء، كلها لم تأتي مرتبة. بعض المرات أشرت إلى الماستر قبل الأطروحة ودبلوم الدراسة العليا كما قلت الأطروحة هي الأولى، وكذلك دبلوم الدراسة العليا في المرتبة الثانية، دبلوم الدراسة العليا المعمقة في المرتبة الثالثة، ودبلوم الماستر في المرتبة الرابعة، وفي الأخير يأتي البحث العلمي للتخرج من المعهد العالي للقضاء. كذلك أشرت إلى مجموعة من الرسائل ولم تشير إلى أي دولة نقشت بها هذه الرسالة، مثلا كحسن حنتوش الحسناوي التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية، واش يعني أشمل الجامعة نقشت بها هذه الرسالة بصفة عامة. كذلك فؤاد معلال خطأ مضرور وأثره على المسؤولية التقديرية في الصفحة 196 نفس الشيء، هو توثيق ناقص يجب عليك يعني استدراكه. نفس الشيء بالنسبة لجمال النساوي، أعتقد بأن الأمر يتعلق بدبلوم الدراسات العليا المعمقة وليس دبلوم يعني الماستر بصفة عامة. كما قلت إبراهيم الدسوقي أبو الليل أشرت إلى المقالات ولم تميز ما بين المقالات والندوات والأيام الدراسية والدراسات. بالنسبة لإبراهيم الدسوقي هذه مجلة وليست مقال.
كذلك سفيان الدريوش هي عبارة عن هذا تدخل بندوة ندوة وليس بمقال، لذلك يجب إعادة يعني توثيقه جيدا. نفس الشيء بالنسبة للمراجع باللغة الفرنسية، المراجع اللي وقع لك في المراجع هو أنك كما كانت في الهوانش بها فهرس المصادر والمراجع بلي باج ديالها، لذلك عندك المرجع الثاني والمرجع الثالث المرجع الخامس والسادس والسابع كلها مراجع تحيد منها لي باج. وكذلك اشرت الى مرجع انري لالو وكذلك كولين، هذه المراجع هل هي متوفره لانها اصلا كانت في سنه 1949، هل هي متوفره ام ان الامر يتعلق بنقل بالواسطه، لذلك يجب عليك التدقيق. كذلك وقع عليك خلط ما بين كتب وما بين لي زارتيكل لي زوفراج لي زارتيكل، المرجع الاول والثاني هم كتب وليسوا بمقالات، لذلك يجب اعاده ترتيب الفهرس ككل. في الحقيقة نظرا لضيق الوقت لا يمكن أن أتطرق لأكثر من هذا، هناك مجموعة من الملاحظات التي سأمدك بها شخصيا، وفي الحقيقة هذه الملاحظات لم أقلها أو أدرجها من أجل التنقيص من هذه الرسالة، لأنه الرسالة كما قلت هي رسالة في الحقيقة لها من الأهمية بمكان، ولكن هذه الملاحظات في الحقيقة جاءت من أجل إعطاء يعني مجموعة من المسائل التي يجب استدراكها حتى تخرج هذه الرسالة في حلة جديدة، وحتى من أجل تجويدها من جهة ثانية، وحتى تزدان بها خزانة الكلية وخزانة الماستر المتخصص في العقار والتعمير بصفة عامة. أقول قولي هذا وأشكر الطالب الباحث على جهده المبذول في هذه الرسالة وعلى الحضور الكريم على سعة صدره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة خديجة عدوي على هذه الملاحظات القيمة حول عمل الطالب، ونكرر دائما بأنه بالفعل أن لكل عمل لغة خاصة، وعندما نتحدث عن عمل خاص فإنها لغة خاصة لتناول الموضوع، إذا تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن مدني موضوع هذه الرسالة ينبغي أن تكون هناك لغة دقيقة، وأن لا ينبغي تفادي دائما اللغة الهامشية، لأن اللغة التي لا تسعف عن التعبير الدقيق عن الموضوع فأعتبرها لغة هامشية. وأكثر من مرة ونحن نكرر هذه الملاحظة ونتمنى لمن سيأتينا سيأخذ بها وإلا سيقتف عليها. ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية الله يعلم ما تأخذهاش بوسيطة، دائما الرجوع اذا اردتم ان تاخذوا هذا الموقع الالكتروني كمرجع في الرساله ينبغي ان تدخلوا اليه، لان هنالك مواضيع او مواقع التي لا يجوز ولا يمكن ليس ان نعتمد عليها في تحليل، انما هي غير صالحه اصلا في الاعتماد عليها. ولهذا اتمنى مره اخرى عندما نريد ان ناخذ بالواسطه ينبغي ما غاديش نزيدوا بها فقط البحث ديالنا وديروا الموقع الالكتروني كذا، دخلوا شوفوا فيها بعدا عاد جيو وقول لنا راني رجعت عند هذا اللي دخلوه هو بلا ما تاخذوا منه، غير دخلوا شوفوا شنو فيه هذاك الساعه يمكن لكم تاخذوه بلا ما تاخذوش منه. وشكرا مرة أخرى لفضيلة الأستاذة المحترمة خديجة عنضاوية، أعطي الكلمة بعد إذن السي محمد إدريسي للأستاذة الفاضلة سلام باحي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً وقبل أي كلام أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الكريم الدكتور أحمد خاطر على دعوته لي من أجل المشاركة في منصة الرسالة التي ألفها الطالب الباحث محمد إدعار من أجل نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض. وإني لسعيدة جداً بأن أتواجد هذا اليوم في رحاب الكلية المتعددة التخصصات والعنوان
التي يبتغي تربطها للإمام كل من أحسن الأساتذة إليها من أمثال أستاذنا في الخطأ الذي نفتخر بتلمودنا على يده على مستوى التلك الثالث بمدرجات كلية الحقوق بوزدة وبالضبط في مادة فقه الأسرة. فشكرا لك أستاذ الفاضل. وقبل أن أخوض في غمار موضوع الرسالة والملاحظات التي سجلتها، لابد أولا أن أهنئ الطالب الباحث على مقدار الحب والتقدير الذي يكنه له أساتذته وزملاؤه وأصدقاؤه، نظرا لما تركه في قلوبهم من صدى طيب ناجم عن أخلاقه الطيبة وسلوكه الجميل. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أقول بأن محبة الناس للعباد من محبة الله لهم. أما بخصوص الرسالة موضوع المناقشة لهذا اليوم، فإن جميع الملاحظات سواء تلك التي سأتيها في هذا المجلس العلمي أو تلك التي سأمكن الطالب منها فيما بعد لن تنقص من قيمة البحث القيم الذي يبين عن حق جدية الطالب المناقش واهتمامه البالغ بالتحصيل العلمي النافع. والغاية من هذه الملاحظات هي الزيادة في جمالية البحث ورونقه للسائلة. أولا بخصوص عنوان الرسالة، أرى بأنه عنوان شاسع يشمل عدة فرص القضاء المدني والقضايا المدنية كالقضايا الاجتماعية، القضايا الأسرية، الدعوة المدنية العقلية، الدعوة المدنية التابعة. لذلك أرى وذلك لأن القاضي المدني يمكن أن ينبت في جميع هذه القضايا، ولذلك أرى أنه كان من الأفضل تخصص في شق محدد للإمام بعناصره أكثر ولتكون الدراسة أكثر تعمقا وأكثر دقة. والملاحظ من خلال الرسالة ككل أنها غالبا ما تشير إلى منظمة الموضوع في إطار الشريعة العامة كالتزامة الحقوق، مع الإشارة في فترات متفرقة إلى قوانين خاصة كظاهرة جزء أكتوبر 1984 المتعلق بالتعرض المصابين بالحوادث التي تسبب فيها عربات برية ذات محرك، مع أنه كان من الممكن الإشارة إلى باقي النصوص منظمة للتعويض في مختلف القوانين الخاصة كمدونة الأسرة مثلا. وإذا قلنا بأن العنوان شاسع فإنه بداهة سيتم القول بأن عناوين وتقسيمات الموضوع بلونها شاسعة تعتمد على المنهج الكلاسيكي الذي يفرض الإطماع في سرد النظريات العامة التي تؤطر الموضوع. المفروض أن الأبحاث الموجزة على مستوى الماستر والدكتوراه هي أبحاث متخصصة ودقيقة تنطلق من إشكاليات محددة ومصارة بشكل دقيق لتسهيل عمليات دراستها وإيجاد حلولها. سأتطرق لبعض الملاحظات الشكلية. سأنطلق من الصفحة الثانية الهامش الأول، عدم ذكر المطبعة وتاريخ طبع الصفحة بالنسبة للمرجع المتعلق بمغني ابن قدامة القديسي. بالنسبة للصفحة الثالثة مثلا ألاحظ عدم ترابط بين الفقرتين الثانية والثالثة، وهذه الملاحظات ستتكرر على طول البحث. بالنسبة للصفحة الثالثة الهامش الأول السطر الخامس، انظر في شأن ذلك فقد أشارت المادة 29 من القانون. عدم ترابط غالبا يمكن تعملوا انظر بشأن ذلك كان شو المراجع كان شو الفصول نحن نحيد هذيك انظر بشأن ذلك من مباشرة قد نصت المادة. حالة عشرة طرق الأول كان خطأ طبعا ربما نجم عن طريق الوقت على المراجعة تمارس عن طريق جبت الكلمتين مترافقتين وغير خطأ مطبعي ولكن كان من الممكن تجاوزه. صفحة 11 مثلا أنا الهامش الأول والرابع هو متعلق خطأ الطبع كأداة مسؤولية عن صفحة 11 مثلا هنا الهامش الثاني تعمدنا
الاعتماد بالماهية لأنه يعتبر الأول لقد سبق القول لأنه مش على أنه حافظ عدم وجود ترابط بين الفقرتين الأخيرتين هي هذا الإشكال يتعلق بالصياغة فقط نرجو إعادة الصياغة صفحة 25 مثلا صفحة 25 في الفقرة الأخيرة كيف طالب حيث نجد أن قرار المحكمة الاستئناف بالرباط والذي أيد بمقتضى ما جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية للسلع نجدها صفحة 22 الفقرة الثانية إذا كان تقدير القاضي للضرر المادي لا يثير صعوبة عملية من الناحية المبدئية فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بالضرر المعنوي مهم وتسترسل في الحديث حتى تتكلم عن ما تقول بأن مثل هذا التعويض يكون مجرد وهم فهو أشبه بذلك الشخص الذي يصاب رداء كرامته بالتمزق فتمنحه بضع ورقات من النقد يرتق بها هذا الحق فيتوهم أنه يلبس رداء خاليا من أي خطر على ما أعتقد أن هذا الشخص القانوني هذا أسلوب أدبي نحاول نجوزه مثل هذه الأبحاث القانونية لأن التعبير القانوني يعتمد أكثر على التعبير البسيط الثالث والملاحظة جدا مشددة قانونية صفحة 30 الفقرتين الأولى والثانية كتقول في بداية الصفحة إذن أن هذا القرار وكترجع في الفقرة الموالية مباشرة وقد كانت الحافلة اللازمة للاستنتاج المشار إليه أعلاه أنا عثرناه ما كاينش ترابط وما كاينش التعبير ماشي متوازن صفحة 38 الفكرة متعلقة بموقف الفقه التشريعي على القضاء المغربي أيضا كاين واحد المشكل ربما هو متعلق بالطبع عندك في الطب التالي يقول بأن على أن هذا الأخير يشترط أن يكون مباشرا تكون العلاقة التي تجمع فقط الطبع نمشيو صفحة 79 من هذه الأخطاء هي كتكرر صفحة 79 مثلا الفقرة الأخيرة فقد تساءلت أستاذة المعطي والينو عن إمكان هذا التعويض صيغة عن إمكان هذا التعويض ما كاينش ترابط ما كاينش صيغة لأنك انتقلتي من فقرة لفقرة بدون ربط وكيخلق لبس صفحة 132 ما يخص الملاحظة نفس الملاحظة اللي أبتها مستوى ما يتعلق بعض المراجع اللي ما كتدخلش فيها مثلا لأنك تنسى تبعها هنايا المراجع ديال الحكم المحكمة الإدارية بمكناس بتارك ما عندناش مراجع ديالو كامل ما عندناش حكم الحكم ما عندناش حكم الملك الهامش الثاني نشوف صفحة 147 ثالثة يرى بعض الفقه أنه إذا كان القضاة يقصون من الأرقام والرياضيات موقفا حاليا فإن المتقاضين وخاصة في المجال التعاقدي أصبحوا على وشك وضع سيارة رياضية من شأنها أن تحدد الحكم القضائي في حال النزول أنا بالنسبة لي أنا فهمت الفكرة ولكن السيارة بالنسبة لواحد مبتدئ اللي غادي يقرأ مثلا هذا الاحتجاج لأول مرة قدر تخلط واحد كيفاش القضية غيكون موقفا محايدا من الأرقام والرياضيات؟
حياتي كان واحد هذو ملاحظات شكلية كما قلت يعني هي على طول بحكي ملاحظات يعني نفس النوع تقريبا من نفس النوع أنتقل ملاحظة موضوعية بالنسبة صفحة 18 طالب وهو يتحدث عن المسؤولية المشتركة كان ولو كان من إعطاء بعض الأمثلة يستحضرني قرار محكمة النقد هو قرار جميل قرار محكمة النقد بخصوص المسؤولية المشتركة للمصحة والطبيب والجراح وهو القرار على 1995 صادر بتاريخ 20/4/2010 في المدني 129/1/2008 من بعد نعطيك القرار المضمون ديالو بالنسبة لصفحة 20 طالب هو يتحدث عن فكرة التقهقر وفكرة الخطأ كأساس للتعويض كان ولا بد من إشارة إلى توجه القضاء الإداري المغربي والفرنسي في هذا الباب وخاصة توجههما بخصوص الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة الأضرار الناتجة عن تهميش أشياء خطيرة كالأرض مثلا وفبدأ بالرصد عن الاجتهادات القضائية التي تشير لهذه الفكرة أي فكرة التقهقر كالقرار الضابع المحكمة الإدارية بالرباط في تاريخ 25/9/2013 في مكتب عدد 2010/5/2012 الذي ركب مسؤولية وزارتي الداخلية والصحة عن مثبت مشجع إحداث شغب بمركب رياضي بمدينة الدار البيضاء وهذا القرار فعلا في القرارين في ازدياد حالات الشغب التي تعاني منها الملاعب المغربية. صفحة 35 الملاحظة العامة التي لاحظتها هي الإثمار في سرد مضمون النظريات العامة كنظرية تكافؤ الأسباب ونظرية السبب المنتج وهذا رجع ربما لأن البحث يغلب عليه الطابع النظري. صفحة 36 الفقرة الأولى أشرت إلى توجه المحكمة الفرنسية باختصار ودون ذكر مراجع القرار والمصدر المأخوذ منه وما إذا كان منشورا أم لا. احنا في حالة القرار خصنا دولنا باش نعرفو واش الفعالية فينا مزيان باش نقدرو نقشو روسيا. نفس الصفحة وفي الأخير ديالها كتقول بأن القضاء المغربي يقضي بانتفاء المسؤولية في حال قوى القاهرة دون إيراد أي قرارات في هذا الباب. يعني من أين التقيت هذا الاستنتاج ديالك؟ خصنا نعرفو واش كاين قرارات بالفعل أو لا. الثاني كان يجدر بك أثناء تحليل المناقشة مزاوجة بين نظر التطبيق القضائي لإعطاء البحث نوعا من الحيوية. صفحة 191 مطلوب التالي كالتالي التعليق بالرقابة القضائية على خطة تقديم القاضي المدني في تقرير التعويض كان ممكن إعطاء مساحة أكبر لمناقشة الموضوع لأنه في الحقيقة هذا الموضوع يمكن أن يشكل عنوانا لبحث مستقل ولدراسات أيضا كل ما يتعلق برقابة قضاء الموضوع أو رقابة محكمة النقد على خطة تقديم القاضي هذا أنا بالنسبة لي كتعتبر حداته عنوان للرسالة أو لدكتورة ولماذا؟ يعني أنا لم تشغلت بغضة قضاء موضوع الأكبر درجة أو قضاء محكمة النقد على سلطة تقرير القضية هو باب واسع للاجتهاد وللبحث العلمي. أحكي مجموعة الملاحظات هي ملاحظات عامة فقط للإضافة للتعليم. أرى بأنه أثناء التمييز بين الدرجة المعنوية والدرجة المعنوية
كان ممكن حديث أكثر عن إمكانية وتكتيرية وكبتدار عن هذا إمكانية الاعتبار أن الطالبين يجب أن يكون كاملا وخاصة حين يتعلق الأمر بالتعويض عن طرف معنوي إذا تحكي مش تحكي ولكن تحكي لي تقتدر لأن احنا خلصت كخلاصة لأنه حين يتعلق الأمر بالدار المعنوي خاصة الدار المترتب على وفاة شخص عزيز أو هذه العبارة قلت ما يمكنش كون تعود كان ولكن كان خلصت مش حكي وفي الإطار كان من الممكن بحث بعض النماذج الفقهية في إطار فقهي إسلامي كالغرة والأستاذ خطام هو المتخصص بهذا المدى كالغرة أو ما يصطلح عليه بدينة الجنين والبحث عن تأصيلها الفقهي ومدى إمكانية اعتبارها تعويضا ماديا أو معنويا أو كلاهما لها على اعتبار أن الميراث لا يستحق إلا في حالة استهلال المولود حيا وانا ضغط الفقه وقفت على الفقه وقفت انا عندهم كاتبين شيء كثير في هذا الباب بخصوص تعويض الشرعية بعض القوانين خاصة كان من الممكن للشرعية مثلا كتعويض الشرعية ذات الدول الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر سواء بإطار مصطلح إطلاق الشيطان مصطلح الضرر والبحث عن مدى إمكانية اعتبار مثلا المتعة تعويضا وكذا حول أصول التقنية في تحديد المتعة والتعويض وكذا إمكانية منحهما وعن تعويض عن المتعة والعمارة المعتمدة في تحديدهما كالتعسف من الدواج غيرهما والخروج بخلاصة يتبين من خلالها ما إذا كانت عمارة تحديد التعويض في إطار مدونة الأسرة تختلف عن تلك المشار إليها في قانون كتابة العقود وتوجد بعض القوانين مقارنة في هذا الباب وكذا توجد محكمة النقد وخاصة مع إلغاء المتعة للنسبة إذا كانت الزوجة هي طالبة الطلاق أيضا كنت أفضل أن يصدر باحث بعد توجهات خاصة لمحكمة النقد التي تعتبر بمثابة التبنى كما هو الأمر بالنسبة لمنح نفقة الأبناء ناتج عن علاقة غير شرعية والتي اعتبرتها بمثابة تعويض حيث جاء في قرار لمحكمة النقد ما يلي لأن محكمة الاستثناء ولو مع تصريحها بعدم قبول طلب الأصلي الرامي إلى إثبات الدموع الذي تقدمت به خليلة مسلمة مغربية بتقاليدها الفرنسية الجنسية فإنه يجوز لها أن تصرح لقبول الطلب الفرعي الرامي إلى تقرير نفقة الأبناء ولا يكون في ذلك التصريح أي خلق للمقتضيات قانون أحوال الشخصية لكل من الطرفين ولا لمقتضيات الفصل 2600 قانون التزامات والعقود على أن تثبت الخليلة ما ادعته في طلبها وهو أنها كانت تعاشر المدعى عليه الفرنسي معاشرة غير شرعية مدة 15 سنة وأنه خلال هذه المدة كان ينفق عليها وعلى أبنائها وفي الواقع فإن قبول مثل هذا الطلب لا يرمي إلى الاعتراف بحالة غير شرعية ولا إلى إنشاء بنوة غير شرعية وإنما يجد أساسه في أحكام المسؤولية التقصيرية بناء على الفصل 77 من قانون التزامات والعقود بسبب الضرر الذي أحدثه الأب غير الشرعي والناتج عن علاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بخليلته والتي ذهب ضحيتها الأبناء. وملاحظ أن بعد ذلك الموضوع تسير في نفس التوجه ولذلك يجب القيام بدراسة تحليلية لهذا التوجه القضائي للخروج بخلاصة تمكننا من معرفة ما إذا كان من الممكن بالفعل اعتبار نفقة في مثل هذه الحالات التي يمكن أن تشمل أيضا الأبناء ناتجين عن الاغتصاب تعويضا. يمكن أن نعتبر التعويض حسب المفهوم المنصوص عليه في الشريعة العامة أم أن هذا التوجه يؤثر لمفهوم جديد لمفهوم المسؤولية التي يمكن أن يترتب عنها تعويض في شكل نفقة. في هذا الإطار أرى بأنه قد حان الأول لزيارة نص واضح يخول المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالات
سواء بالنسبة للأداء ناجزين عن علاقة غير صحية أو ناجزين عن اتصال من باب العدالة والإنصاف، مع ترك قيمة التعويض وكيفية أدائه في يد المحكمة التي تقدره حسب سلطتها التقديرية. بالنسبة لائحة المراجع تنظر في نظري لأنها غريبة وأغلبها هي مراجع عامة. أيضا كنت قلت أن طالب إرادة ترتيب الأداء الجديد بخصوص ترتيب المراجع وخاصة بالنسبة للمراجع الأجنبية الأجنبية عفوا سبحان 192 إلى لاحظتي لي زوفراج ما احترمتيش الأداء الجديد بلا طبيعي مكيناش نبداو حتى بلا طبيعي. هذه بعض الملاحظات وقد يمكن طلب النظر لها منها. الأخير لا يسعني إلا أن أهنئ مجددا طالب باهي على بحثه القليل وأتمنى له مسيرة علمية موفقا وشكرا على حسن الانتباه. شكرا للأستاذة على هذه الإفادات التي استفدنا منها جميعا، والأستاذة اختارتني بالفوجين في مسلك أو دبلوم دراستي العليا الأسرة والهجرة، وكنا نرى في فوجين معا مجموعة من الطالبات والطلبة أنهم سيصبحون قضاة وكانت سلام بين هؤلاء، فأكيد بأنه لا نخاف عن التضامن عندما ينخرط فيه أو في خطته السلام، ولهذا لها اجتهادات مهمة خاصة في التعويض عن الضرر بالنسبة للمرأة، وإن كان هنالك توجه خاص بالنسبة لمحكمة النقد أن المعيار من قدام طلبة طلبة تطبيق، وأتمنى أن يراجع أو تراجع محكمة النقد ومن أحرى قضاة محكمة النقد هذا المعيار، لأنه في بعض الأحيان أن المرأة هي التي تتقدم بطلب التطبيق، ولكن تتقدم بطلب التطبيق لأنها مضرورة. إذا كان الرجل لا يرفع عنها العاصر السب والشتم في الصباح والمساء ولا تستطيع ان تستمر هذه المعاشره الزوجيه فالملجا الى المحكمه، فاذا كانت هي مضروره سنضيف لها ضرر على ضرر، وانه لا يمكن ان نعوضها لانها هي التي تقدمت بالطلب. اتمنى ان محكمه النقد ستراجع هذا المفهوم، واستندت لنا هذا الاجتهاد في هذا الموضوع، وانا ادونه باجتهاداتها في هذا او هذا في هذا التوجه. في مساله بالنسبه للطالب الباحث يعني فيه اخطاء، بعض الاخطاء التي ذكرناها اكثر من مره، مثلا قلنا للطلبه لا تستعمل النظور، نتامرنا الناس والعمل مقدم للتقييم سواء كانت رساله للماستر او رساله للدكتوراه، فتامرنا ماذا؟ انظر سننظر ماذا؟ او انه الذي يفحص هذا العمل انت تامره ان ينظر، هو الذي ينظر لك في هذا العمل ويقيم هذا العمل. مثل هذه المصطلحات ينبغي ان لا تستعمل. كذلك السي محمد اذا ذكرها اكثر من مره، اذا في بدايه السطر نضع لها النون، وفي وسط السطر في وسط السطر نضع لها الف، يكفي ذكرناه أكثر من مرة، لهذا لا ينبغي أن نكرر نفس الملاحظات. شكرا لك أستاذة الفاضلة على هذه الملاحظة القيمة، وأكيد أننا سنمكن الطالب بهذه الملاحظات تصديق عليها في هذا العام. سنختم إن شاء الله مع فضيلة الدكتور السي محمد الإبري. بداية أتوجه بالشكر الجزيل من أعماق فؤاد السيد رئيس الجلسة منسق ماستر سيدي أحمد الخطاع على دعوته الكريمة لحضور هذا الحفل هذا العرس.
المحقق العلمي المتميز لمناقشة مصدر طالب المتميز أيضا سيدي سي محمد إزهر. الشكر موصول لأستاذة خديجة العلاوي التي أتشرف بأن أكون إلى جانبها في كعضو في لجنة مناقشة مصدر طالب. طبعا أستاذة خديجة العلاوي تسمعني بها علاقة قديمة وعلاقة خاصة، حيث أنه كان لي الشرف أن تكون شقيقتها الأستاذة فاطمة الزهراء العلاوي، كانت معي في معهد العالي للقضاء يعني منذ 23 سنة 1997، يعني كانت زميلة عزيزة علي وكانت صديقة عزيزة علي، وتشرفت أن أتعرف على شقيقتها، فأتشرف أن أكون ضمن لجنة علمية لمناقشة المصدر. الشكر موصول للأستاذة المتميزة أستاذة سناء الماحي القاضية بالكمسية بالناظور رئيسة قسم قضاء الأسرة، لتشرف مرة أخرى بأن تكون هي أيضا ضمن اللجنة العلمية لمناقشة المصدر. أشكر الطالب سي محمد العاق حقيقة، وأنا أسمع له يعني استمتعت به، يعني ما شاء الله، يعني طالب مجد مجتهد يعني من خيرة شبابنا الذين يعيدون بمستقبل ظاهر. طبعا هو يعكس في حيويته في علمه في جديته في اجتهاده في أخلاقه الرفيعة، يعكس يعني نموذج للشباب شبابنا الذي يجعلنا نحس بالأمل ويجعلنا نشعر بالثقة على المستقبل، يعني مستقبل بلدنا الحبيب الذي نعشقه ونحب ترابه. إذا شكرا لك في طبعا استمتعت به عندما كان يلقي يعني عرضه يعني بسلاسة وبطلاقة، واستمتعت أكثر وأنا أقرأ له هذا الماستر، يعني ماستر يعني حقيقة كما قال الأستاذة نعم الشهادة، قالت شهادة كلمة يعني صغيرة قصيرة يعني صغيرة لكنها معدة، قالت هذه تصلح لتكون أطروحة للدكتور، وقد وسبقت الأستاذة. إذا شهدت الأستاذة خديجة العلاوي من سيناقش بعد إذا طبعا بعد هذا التمهيد الذي أرى أنه لا بد أن أقوله، إذا موضوع الماستر مهم جدا لأنه يتناول موضوع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض، وعندما نقول يعني نفكك هذا العنوان، عندما نفككه يعني بالكلمات المفتاح لموكليه، بكلمات المفتاح لهذا العنوان نقول سلطة تقديرية ونقول القاضي، يعني ثلاث مصطلحات أساسية لفهم العنوان. طبعا لا بد أن نعرف السياق التاريخي للقانون الفرنسي الذي يعد مصدرا تاريخيا من مصادر القانون المغربي، لقد كان الثوار الفرنسيين كما كنت أقول دائما ينظرون للقضاء نظرة توجس ونظرة شك ونظرة حيطة، لم يكن يثق الثوار الفرنسيين في 1880 لم يكن يثقون بالقضاء وكانوا ينظرون إليه نظرة عدم يقين، كانوا يقولون بأن القضاء هو حامل للإقطاع، ولهذا لم يعترفون له بسلطة واسعة في القانون، وكان الدور الذي أريد له من طرف الثوار هو أن يكون مطبقا للقانون، وكانت السيادة والسلطة وكل مظاهر القوة معطاة للسلطة التشريعية باعتبارها هي التي تمثل السيادة، سيادة الشعب كما يقول الدستور المغربي يمارسها بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، ويمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق الممثلين. إذن كانت فلسفة الثوار الفرنسيين هو إعطاء السلطة المطلقة للسلطة للبرلمان باعتباره هو الذي يمثل الإرادة الشعبية. أما القضاة فكان ينظرون إليه كلا يعني لم يعترفوا له بهم سلطة إلا يعني بعد تطور تاريخي طويل جدا، وكان مطلوب من القضاة أن يطبقوا النص القانوني بحذر، وفي هذا السياق لم يعترفوا الثوار الفرنسيين، القوانين التي أعقبت الثوار الفرنسية لم تعترف
للاجتهاد القضائي الاجتهاد القضائي بدور الاثنان. لان في هذا السياق الاجتهاد القضائي ليست له قوة إلزامية. وطبعا هذه البقايا لا زالت موجودة حتى الآن. لذا أقول لابد أن نفهم السياق. الاجتهاد القضائي ليست له قوة إلزامية ولو كان صادرا محكمة النقد كأعلى هرم قضائي. طبعا وكذلك القضاء لا حق له في أن يضع قواعد عامة ومجردة قابلة للتطبيق على نوازل أخرى. لكن هذا السياق هذا الرأي سرعان ما تبين عدم واقعيته. لأن القضاء يقوم بدور شئنا أم أبينا، اعترفنا له أم لم نعترف، يقوم بهذا الدور. يقوم بدوره في تطوير النصوص القانونية، يقوم بدوره في تفسير النصوص القانونية، يقوم بدوره في ملائمة بين عمومية القاعدة القانونية التي كما نعلم أن القاعدة اللاتينية الجرمانية كما تعلمون هي من خصوصيتها أنها قاعدة عامة مجردة، أي أنها تتوجه إلى نوازل غير محددة سلفا على خلاف مثلا الفقه الإسلامي حيث أنه فقه نوازل. إذا القضاء يقوم بدوره في هذا النصوص قال يقصد المشرع أبينا أم شئنا يتدخله متأخر دائما. فالقاضي يجد نفسه لن ينتظر المشرع، سيعمل على تطوير النصوص القانونية، سيسد الثغرات التي تحتاجها التشريع، لن ينتظر تدخل المشريع، سيفسر هذه النصوص القانونية. إذا القضاء سرعان ما أخذ يقوم بأدواره رغم أن المشريع لم يعترف له بذلك. طبعا هكذا بدأ القضاء يقوم بدوره في تفسير القانون، والمفارقة أنه سرعان ما أن القانون نفسه وهذه المفارقة أصبح يعطي للقاضي سلطات وسلطات تقديرية. إذن هذه المفارقة. إذن بدأ الثقة تسترجع، بدأ الشك يزول، وأصبحنا لا نتكلم على سلطة القاضي في تفسير النصوص القانونية وفي تطويرها وفي سد الثغرات التي تحتاج النص القانوني. أصبح هذا أمر مسلم به، بل أصبحنا نعطيه يعني هذا القانون نفسه أصبح يعترف للقضاء، يعطيه سلطة تقديرية في عدة نواحي من القانون. وعندما نقول سلطة تقديرية أن تبقى دقريسيشن هذا يعني سلطة تقديرية تعني أنها سلطة مطلقة لقضاة الموضوع، تعني أنها سلطة غير خاضعة للرقابة من طرف محكمة النقد. وهذه هي المفارقة. سيتين بوفوار دابريسيسيون سوفرين دي جوريسيون هي سلطة تقديرية مطلقة بنص القانون لا تخضع لرقابة محكمة النقد. طبعا هذا السياق الفرنسي الفرنكوفوني ليس هو السياق طبعا الأنجلو ساكسوني أو السياق الإسلامي، مختلف تماما. عندما نقول السياق الانجلو ساكسوني يعني ان السياق الانجلو ساكسوني دائما يعترف للقضاء بسلطته في 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 تطبيق النصوص، بل ليست هناك نصوص. فلهذا نظام الانجلو ساكسوني يعتمد على نظام السلطات القضائية كومن لو، اي ان القاضي ليست له نصوصا على خلاف النظام الانجلو ساكسوني، يعني ليست له نصوصا قانونية يطبقها. إذا على خلاف القانون الفرنسي الذي يؤمن بالتدوين بالتقنين الكوديفيكاسيون بحيث أنه كل أن القاضي يجد نفسه أمام نصوص عليه أن يطبقها، فإنه في النظام الأنجلو ساكسوني يعني ليست هناك نصوص في الأصل مكتوبة يطبقها القاضي، فإنما يطبق الشهادات القضائية سواء نظام السلطة القضائية. كذلك الشهادات القضائية حيث أنه ليست هناك نصوص مكتوبة فإن هذه الشهادات القضائية لديها قوة إلزامية. كذلك الأمر بالنسبة للفقه الإسلامي، كلكم يعرفون بأننا في الفقه الإسلامي لا نعرف تقنين، ليست هناك قوانين مكتوبة يطبقها القضاة الفقهاء المالكيين. فماذا كانوا يطبقون القضاة المغاربة؟ كانوا يطبقون سيدي أحمد الخرطاء أستاذي في هذا المجال يطبقون قواعد الراجح والمشهور أو ما جرى به العمل مدى المدى. ماذا يعني أو ما جرى به العمل مدى المدى؟ يعني ما طبقه القضاة المغاربة في نوازل مشاريعها. فنقول العمل الفاسي ونقول العمل السوسي. إذا أن الأحكام التي اجتهد بها القضاة الفقهاء المالكيين هم تصبح هذه الأحكام التي طبقوها هم تصبح ملزمة لغيرهم من القضاة، أي أننا نعترف للقضاة بسلطة ليس في تفسير النصوص بل في وضعه، لأن هذه الأحكام التي وضعها الفقهاء المالكيين ليست لها صبغة القانون بمفهوم الذي نعرفه حاليا، إنما هي صبغة أحكام فقهية طبقها القضاة. إذا كنا نثق في السياق الإسلامي، كانت الثقة في القضاء ثقة مطلقة، ها؟
لهذا يقول سيدي نعاقي الأندلسي منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام. إذا منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام. إذا أن القاضي هو يستمد يعني هو يعني أنه عندما يعني يحكم فهو ينوب عن الشرع، فهو لا يمثل إرادة أي شخص وإنما هو يمثل يعني ينوب عن الشرع في تطبيق الأحكام. طبعا هذا هو السياق العام للموضوع. إذا سواء تعلق الأمر بالمجال المدني وهذا هو بيت التصيد، أو تعلق الأمر بالقانون التجريبي وليس موضوعنا، إذا اعترفنا للقاضي بسلطة تقديرية في القانون. طبعا سنأتي لاحقا لأن هذه السلطة التقديرية التي هي سلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لرقابة النقد، يعني كيف أنها يعني هناك مفاهيم يجب تطبيقها. إذا لماذا السؤال، لماذا اضطر المشرع إلى إعطاء هذه الصلاحية لقضاة الموضوع؟ هذا هو سبب النقاش. لماذا المشرع بعد فترة شك وثيق وعدم ثقة ويقين أصبح يعطي سلطات القضاء وسلطات تقديرية؟ إذن هذا هو الإشكال الذي كان على القاضي أن يجيب عنه. طبعا إيجابية العمل كثيرة ومتعددة، مقدمة تتناول جميع العناصر التي تضمنها في المقدمة من تمهيد تحديد الموضوع، إبراز إشكالية رئيسية، الأسئلة الفرعية، تبيان منهج معتمد، الإعلان عن التصميم، إبراز تطور تاريخ التعويض. إذن هذا مقدمة تناولت كل هذه العناصر وهذا شيء أساسي ومهم. ثانيا لغة عربية سليمة، نحن أمام عرض يعني بلغة عربية سليمة بأخطاء قليلة يعني بعمق في التفكير. الطالب عندما يعرض تحس لأن الطالب يعني يتعمق يعني ويدخل لكواهي الأشياء ولا يقف عند القشر. هناك غزارة في المعلومات يعني هذا جوهر تلفيجو بالنسبة لي يعني معلومات غزيرة جدا في العالم. ثالثا انفتاح الدراسة المقارنة، فقد حلق بنا الطالب في القوانين المقارنة الفرنسية المصرية الروسية حتى الروسية، كما انفتح الفقه المالكي على صعوبته، لأن تعلمون أن الفقه المالكي يعني أنه أولا له مدرسة خاصة صعب ولا يعرف التقسيمات التي نعرفها الآن، فالبحث في ثنايا الفقه المالكي أمر شاق والدخول إليه الداخل إليه مفقود والخارج منه موجود، فقلة قليلة جدا من تستطيع أن تبحر في الفقه المالكي وتخرج منه غانمة سالمة وتخرج بالأفكار التي تستطيع، لأن أولا نحن نبتعد كلما طال الزمن كلما نبتعد عن اللغة العربية التي كتب فيها الفقه المالكي لغة عربية يعني لغة صعبة، يعني أصبحنا نبتعد عنها باللغة الحديثة للغة سهلة مبسطة. ثم أن المصطلحات التي يستعملها الفقهاء المالكيين ليست هي المصطلحات التي يستعملها حاليا، إذا على المتبحر في الفقه المالكي أن يعرف كيف يتبحر، كيف يستطيع أن يكون الأحكام. وقد قال المرحوم السنهوري، وعلى عظمة المرحوم السنهوري يعني قال بأن كان المشروع الذي كان يحلم به أن يكتب دراسة في الفقه الإسلامي ولم يكتمل أن يقوم بهذا المشروع على عظمة السنهوري. يعني السنهوري لا توفر كل 10 سنوات يكون لنا السنهوري، يعني ربما كل 100 سنة كل 100 سنة أنا ذاك فقط سيكون لنا السنهوري. إذا على عظمة المقام. طبعا رابعا استغلال الهامش، نحن نلاحظ أن الطالب يستغل الهامش في إيراد أفكار مهمة في الشرح في التفصيل في التوثيق، وهذا هو دور الهامش. دور الهامش هو يوثق الفكرة، يشرح الأفكار التي ليست أساسية ويضيف معلومات يعتبر أنها لا يعني مجالها ليس يعني المتن وإنما مجالها هو الهامش. خامسا عرض مفصل في حوالي 200 صفحة،
وكما قال كما قال الاستاذ خديجه الطلاوي لو كتب وقد اتعبني فعلا الاستاذ كنت اجد صعوبه جدا في قراءه العقد والصعوبه اكثر في قراءه الهامش لان ربما كتبت الهامش كتب بعشره تصور بالترقيم 10 فكان احيانا متعب لي. اذا نحن امام عرض يفتح حوالي 200 صفحه فنحن امام عرض احاط بجل الافكار التي يطرحها الموضوع في قالب مميز وحضور قول الطالب الذي نراه يحلل ينتقد يقترح تعديلات وهذا ما يؤكد تحكم الطالب في عرضه في عرضه عفوا تحكم الطالب في عرضه والقيمة المضافة التي أضافها إلى العرض عندما نقول السلطة التقديرية القانون المدني نحن أمام موضوع كما قال الأستاذ جديد قديم جديد قديم يعني أنه أشبع بحتا وعندما نكتب في موضوع أشبع بحتا ها في فرنسا يعني عشرات أطروحات في فرنسا في المغرب عشرات أطروحات في تونس كذلك ومثال في مصر أيضا إذا نحن أمام موضوع يعني حقيقة يصعب أن يعني أن تجمعه يصعب أن تحيط به وهذا وجه الصعوبة وأيضا رغم أنه موضوع قديم فهو لا زال يطرحه يعني الجديد لماذا يطرحه الجديد؟ لأنه هو كما قلت أقول دائما فالتجربة العقود يعني يتميز بالثبات لكن الموضوع مسؤولية موضوع التعود القاضي المدني هو موضوع هو من بين الموضوعات النادرة التي عرفت تعديلات في الفصل 264 كلكم يعرف يعني التعديلات ديال السياق ديال 264 تعديلات ديال المسؤولية على المنتوجات على المنتوجات المعيبة يعني 2011 106 و100 إذا رغم أن الموضوع قديم فإنه لم يفقد راهنيته ما زال جديدا قديما جديدا والطالب أضاف قيمة مضافة كاين هناك قيمة مضافة إلى هناك فالور أجوتي حقيقي في البحث. سابعا إرادة كروموس المقدمة سابعا الاعتماد على أمه كمراجع إذا الطالب عاد يعني حالة لم يعتمد على المراجع الواسطة حاول الرجوع إلى أمه المراجع العربية المغربية الأجنبية وهذا شيء يحسب له سابعا وجود اقتراحات في الخاتمة وفي بعض فصول العرض مثال اقتراح إضافة التنفيذ المعيب كتب مستقل استحقاق صفحة 69 ثامنا احترام التقسيم الثنائي في جل تفريعات الموضوع فصلين مبحثين مطلبين فقرتين في الغالب تاسعا توازن مقبول في تقسيمات الموضوع المقدمة 6.5 صفحة أي بنسبة 3.43 الفصل الأول 95 صفحة أي بنسبة 50.26% الفصل الثاني 84 صفحة أي بنسبة 44.44% الخاتمة صفحتين ونصف أي بنسبة 1.32% إذا نحن يعني أمام توازن مقبول وأمام يعني لا أقول مثالية لكنه يعني يقبل به بالنسبة للتوازن فيها. طبعا بعد هذا الإيجابية لم نأتي هنا لنرمي الطالب بالورود جينا هنا لنقيم جينا هنا لنقيم وكما أقول دائما البناء صعب والهدم سهل ما تستطيع أن تبنيه في سنوات طوال تستطيع أن تهدمه في لحظات قصيرة عندما تبني عمارة أو مستشفى تتطلب منك سنوات طوال لكن لتهدمها لن يستغرق منك الأمر إلا ساعات طبعا الانتقاد سهل يعني تبذل مجهود كبير في أن تؤسس منزلك فإذا جاءك شخص يستطيع بسهولة أن ينتقد في الأساس لأن الانتقاد ليس هناك ما أسهل منه ولكن الصعب هو البناء ولهذا دائما يقولون يقول الإنجليز مثلا يقول عندما تنتقد عليك أن تطرح البديل when you critique you should post the alternative حتى يكون انتقادا بناء لا انتقادا يعني هدام نحن هنا سننتقد الطالب نتمنى أن يكون انتقادا بناء طبعا هذا لا ينقص مسبقا من قيمته إذن أولا طبعا نحن نعترف بأننا أمام موضوع صعب وأمام موضوع شائك وأمام موضوع دقيق أمام موضوع يعني الخطأ فيه لا يقبل لأننا نتكلم على موضوع جد دقيق من موضوعات مسؤولية المدينة أولا الملاحظة الأولى غياب الفرضية
فتعلمون بأن العروض الآن ليست وصفية مدرسية، لأنه الآن معلومات متوفرة، لم يعد هناك معادي شحان اللي كان سيدي أحمد الخرطة وكل أسد الكذب، وكنا نحن في التسعينات في أواخر التسعينات كانت 70% 80% من مجهودات يعني تستهلكها يعني البحث على المراجع. الآن يعني 30% فقط هي التي تتطلب عملية دراسة المراجع والتحليل. الآن المراجع موجودة والمعلومات متوفرة، إذا ما نطلب منها؟ المطلوب في العروض لا أن نقول عرض مدرسي وصفي يعني أننا وقد حاول الطالب أن يتجاوز ذلك، لكن لابد أن تكون هناك فرضية إشكالية معينة وفرضية يدافع الطالب على صحتها طوال العرض، ويحاول البرهنة على صحتها طوال العرض ويستشهد ويدافع على صحة الفرضية. إذن هذا هناك حضور للطالب أهل نعم، لكن يجب أن يكون حضور الطالب وفق فرضية وفق قنديل وفق منهاج ينير له السبيل وينير لنا الطريق. ثانيا خلط الطالب، ماشي خلط ولكن عدم تمييز دقيق بين أمرين أساسيين هما سلطة القاضي في تطبيق القانون بتفسيره وسلطته التقديرية في بعض فروع القانون. فعندما نقول سلطة القاضي في التعويض فتتضمن أمور قانونية وأمور واقعية، يجب التمييز بينهما حتى لا يقع عدم التمييز. فالقاضي يتأكد من وجود عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهنا فلا شك أن القاضي يملك سلطة واسعة في فهم الواقع وتكيفه وسلطته في تفسير القانون وفي تطبيق هذا القانون، لكن هذه السلطة تخضع للرقابة، فهي ليست سلطة تقديرية. ولكن عندما نقول سلطته في تقدير التعويض فتشمل جانبين، جانب عناصر التعويض وهذا هي مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقد، وجانب تقدير هذا التعويض نفسه على شكل مبلغ من المال، وهنا فالقاضي يملك سلطة تقديرية، وهذه السلطة التقديرية طالما أنها تقديرية فيتفلت من رقابة مثلها مثل سلطة القاضي التجري في تفريض عقوبة. وأتصور أن الطالب لم يميز بين هذه المؤسستين، فالقاضي يقوم بأدوار متعددة، يقوم بتفسير القانون، يؤول القانون، يفسره، يؤول العقد، يفسره، يكيف الواقع، ينزل حكم القانون عليه، ويقدر التعويض. وعندما نقول أن القاضي فلا بد أن يميز بين قاضي الموضوع وقاضي القانون، فمحاكم الموضوع كما تعلمون تملك الواقع والقانون، لكن محكمة النقد لا تملك إلا النقد، لا تملك إلا القانون. وعندما نقول سلطة تقديرية فنحن نقصد محاكم الموضوع وليس محكمة النقد التي لا تملك سلطة تقديرية لأنها ليست محكمة موضوع، وكما أنها لا تراقب محاكم الموضوع في هذه السلطة. لنلاحظ معي أنه يجب أن ندقق الأمور. القاضي أكيد له سلطة، لكن يجب أن نميز هذه السلطة عندما يعني أنه مؤسسة تطبيق القانون يمر بأربع مراحل أساسية، مرحلة ملاحظة الواقع لكونسلتاسيون دو في، فالقاضي يلاحظ الواقع فيعرف أيهما هذا الواقع، أيهما الصادق وأيهما يعني حصل حقيقة. الواقع هنا القانون يعطيه إمكانات لمعرفة الواقع عن طريق ماذا؟ عن طريق وسائل إثبات مستعد قانون تسليم العقود، وعن طريق إجراءات تحقيق الدعوة المستعد قانون تسليم العقود. هذه أمور واقعية القاضي يملك فيها ماذا؟ سلطة تقديرية. عندما ننتقل للمرحلة التالية هي الارتفاع بهذا الواقع الذي بعد أن نثبته بوسائل إثبات أو إجراءات تحقيق أن نرتقي به لندخله في إحدى القوالب القانونية التي تصورها المشرع، أي أننا ننتقل من المحسوس إلى المجرد، لأن عندما المشرع عندما وضع قاعدة قانونية هي قاعدة عامة ومجردة، قاعدة عامة ومجردة لأنها لا تنطبق على نازلة على حالة مخصوصة، وإنما المشرع يعني استقرأ حالات ووضع قاعدة قابلة للتطبيق على واقع لا متناهي. إذا على القاضي أن ينطلق من الواقع المحسوس التي أمامه أن يرتفع بها ويرتقي إلى القاعدة المجردة التي أمامه، هل يقوم بعملية مقارنة قياس منطقي؟ هل هذا الواقع الذي أمامه وهذه الواقع التي أمامه التي انتهى إلى ثبوتها وعدم ثبوتها؟ هل يمكن أن تدخل في إحدى القوالب التي تستعين شكل؟
هذه العملية القياس المنطقي إدخال الواقع في حكم القانون تسمى عملية تكييف، تكييف الواقع لا كاليفيكاسيون دو في. هذه على خلاف الأولى هي مسألة القانون يخضع فيها القاضي لرقابة حكمة النص، رغم أن القانون لم يكن سلطة، لكن هذه السلطة مقيدة بالقانون لأن القاضي مقيدة بالقانون، وبالتالي المحكمة حكمة النص تراقب التكييف. ثم مرحلة ثالثة، مرحلة تفسير النص القانوني، النص نفسه قد يكون غامضا، قد يكون واضحا، وقد يكون غامضا، فإذا كان غامضا على القاضي أن يفسره، تفسير القاضي للنص هو مسألة القانون، إذا القاضي يملك سلطة تقديرية، يملك سلطة لا نقول تقديرية، يملك سلطة في تفسير القاعدة القانونية، لكن هذه السلطة تخضع لرقابة محكمة النص باعتبارها مسألة قانون. ثم المرحلة الأخيرة هي ترتيب الأثر القانوني الواردة في القاعدة القانونية على النازلة معظم، وهذه أيضا أو من يسمى لي كونسيكونس ليكا، يعني مرحلة ترتيب الأثر القانوني، هذه مسألة قانونية. إذا عندما نضع هذه المسلسل تطبيق القانون نضعه أمام النازلة التي أمامنا، ولنترك لنأخذ مثلا لأنه نقع يعني في بعض الأحيان نخلط بين لا نميز ما بين المسؤولية التقديرية والمسؤولية العقدية، مع أن التمييز بينهما يعني يجب أن يميز، لأنه إلى كان هناك بعض الفقهاء الفرنسيين حاولوا أن يخلطوا بينهما وأن يتناولوا أحكام مسؤولية يعني موحدة، المسؤولية المدنية يعني بشكل عام، لكنهم سرعان ما انتبهوا أنه مع وجود أركان نفسه وأركان نفسه، ولكن المسلسل يختلف والأركان يعني التفاصيل تختلف. عندما نقول ان الاركان نفسها الخطا والضرر، لماذا اقول هذا؟ حتى نفهم هذه السلطه، عندما نقول سلطه تقديريه تقدر تعود علينا ان نفهم السياق. اذا ان الخطا عندما نقول ان كلا المسؤوليتين نحن امام خطا وضرر على كسبيه، الخطا في المسؤوليه العقديه ليس هو الخطا في المسؤوليه التقديريه. لماذا الخطا ليس نفسه؟ لأننا عندما نقول خطأ عقدي كونتراكتيال إخلال عقدي في علاقة بماذا؟ بالعقد، أي أن الشخص الذي لا يلتزم بالعقد فيرتكب خطأ عقدي. إذا الالتزامات العقدية هي التي تعطينا لنا هل نحن أمام إخلال بالعقد أم لسنا أمام إخلال به. إذا الخطأ في علاقته بالعقد، نحن أمام عقد يعطي لنا متى نكون أمام إخلال. إذا هذا الإخلال فيه عنصران، فيه أنه أن العقد ينقص على الالتزامات، الإخلال بها يشكل خطأ عقدي. إذا هذه الالتزامات توجد ما هو مشق فيها واقعي، تكييفه ما هو الشكل الواقعي، المحكمة الموضوع القادم يملك سلطة تقديرية كما تقول صحيح، لكنها تكييفه وإدخاله هل نحن أمام إخلال بهذا الالتزام أم لا، هذه المحكمة تراقب. إذن لسنا أمام سلطة تقديرية، أمام سلطة نعم، قد يملك السلطة، لكن لسنا أمام سلطة تقديرية، أمام سلطة، إذن يجب أن نميز ونخلطها، ألا نخلطها بها. كذلك الأمر عندما نقول مسؤولية تقديرية، نحن أمام خطأ، لكن تعريفه يختلف، لماذا تعريفه؟ لسنا أمام عقد يشكل الإخلال به خطأ، نحن أمام خرق لضوابط عامة. لا غادي يجتهدوا الفقهاء كل إخلال من طرف شخص بضوابط السلوك من طرف شخص يقيد واحد متقد موضوع في نفس الظروف الخارجية وفيه إما أن يكون قد أخل بالتزامات قانونية نص عليها في القانون، إما أن يكون قد أخل بالتزامات يعني بشكل عام، وهنا معيار كما تقول رب الأصل العاقل لكم بيغدو الخل. إذا هنا ما عندما نقول وفي عناصر ثلاثة، عنصر مادي وعنصر عنصر مادي، لأن عندما نقول مثلا خطأ تقصيري نقول عنصر مادي القديم يكون في سلطة تقديرية، لكن هناك عنصر قانوني. عندما نقول عنصر قانوني نقول أنه لا يملك في القضية سلطة تقديرية، لأنه كما يبدو من الركن القانوني إذا القاضي يراقبه المحكمة نقد تراقب هل هذا إخلال يشكل إخلال بضوابط السلوك كما هو متعارف عليه. وكذلك إذا علينا أن نميز بين دور القاضي، هو يملك السلطة، لكن هذه السلطة هل هي تقديرية أم ليست تقديرية على حسب موضوعات نزلها. ثم أن لاحظوا معي أن محكمة النقد حتى في الواقع
حتى في الواقع الذي هو المفروض أنه صلب أنه مجال مطلق لمحاكم الموضوع، هي أيضا تراقب محاكم الموضوع عن طريق ماذا؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق ما سمته ما تسميه محكمة النقد المغربية بنقصان التعليل أو عدم التعليل أو تناقض التعليل المنزل منزلة عدمية. هذه الصيغة التي ابتدعتها محكمة النقد تراقب الواقع أيضا عن طريق آلية أخرى هي التحريف. هذه الصيغة التي ابتدعتها محكمة النقد، والله طبعا هذه كانت تحت قانون المدرة في محكمة النقد الفرنسية، ابتدعتها خلقتها أوجدتها لأنه عندما تلاحظون محكمة النقد أسباب النقد شنو فيها؟ فيها انعدام التعليل، فيها انعدام الأساس القانوني. ماذا يعني انعدام التعليل؟ كعيب شكلي يعتري القرار، أي أن محكمة الموضوع لم تجب الشخص، لم تجب في قرارها سلبا وجبا، أي أننا أما عيب شكلي يعتري القرار، هذا هو انعدام التعليل. لكن محكمة النقد وسعت من رقبتها على محاكم الموضوع في إطار الواقع ماشي القانون، يبقى دائما اختصاص واقع، لأنها خلق قانون، القانون نص صراحة على النقد هي خلق قانون. لكن لاحظوا معي أن محكمة النقد توسع رقابتها على محاكم الموضوع في الموضوع في مراقبة الواقع عن طريق ماذا؟ عن طريق كيقول واحد التعبير شهير في محكمة النقد كتقول وحيث أن عدم الجواب على أحد دفعات منتجة يشكل نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه أو المنزل منزلة انعدامه. ما كاينش في القانون المنزل منزلة انعدامه، أي ماذا معنى المنزل منزلة؟ أي أنه يأخذ حكم انعدام التعليل. لاحظوا كيف أن محكمة النقد كيف أنها تبتدئ يعني توسع رقبتها على هذا الموضوع، على السلطة التقديرية نفسها التي الأصل أن المشرع أعطى فيها سلطة لمحاكم الموضوع. أنا غير كما تقول سعادة الرئيس كيف أنها عن طريق هذه الآليات التي ابتدعتها تبسط رقابتها على الواقع الذي في الأصل أنه يفلت من رقبة محكمة النقد. علينا أن نشرح هذه الآليات حتى إذا محكمة النقد كلما تبين لها أن هناك إلا وتتدخل لتبسط الرقابة عن طريق هذه الآليات التي ابتدعتها، وابتدعت آلية أخرى محكمة النقد على الواقع. شنو هي الآلية التي ابتدعتها محكمة النقد الفرنسية على مراقبة الواقع؟ التحريف، لا ديناتوراسيون، لا وجود للتحريف كامل سبب أسباب النقد. لكن محكمة النقد الفرنسية قالت ابتدعت الآن تدخل المشريع في محكمة التعديل ديال 10 فبراير 2015 ينص صراحة على أن التحريف يعني أنه أن القاضي عندما يغير مضمون العقد فإنه يحرفه. كذلك محكمة النقد المغربية استقرت على أن تحريف الواقع يشكل أحد أسباب النقد. إذا لاحظوا أن هذا القاضي الذي نتخوف كثيرا من سلطته ليس له هذه السلطة المطلقة. لهذا نقول أن القاضي المدني هو قاضي وثائق، والقاضي الزجري هو قاضي قناعة، هو قاضي وثائق. إذا أنه سلطته في تبع المراقبة محمد، وسلطته في إنزال الواقع هي أيضا مراقبة من طرف محكمة النقد، مراقبة من طرف أول المحاكم أعلى درجة. عندما نقول محاكم أعلى درجة نقول محكمة الاستئناف محكمة ابتدائية، ونقول محكمة الاستئناف نفسها الغرف الاستئنافية بالنسبة للغرف الابتدائية، ومراقبة من طرف المحاكم حتى نضمن سلامة تطبيق القانون. قلت إذن هذه الملاحظة الأولى. إذن الملاحظة الثانية إذن هناك تكرار لنفس الأفكار في المبحث الأول والثاني من الفصل الأول، بل هناك أفكار تم تناولها في المبحث الأول والحال أن مجالها هو المبحث، تم تناولها في المبحث الثاني والحال أن مجالها هو المبحث الأول، وهي ما تعلق بحالة الاستعراض المرضي برصد المضر والعلاج، لأن المبحث الثاني مخصص مسؤولية تعاقدية، والحالة الأولى الأولى تناوله ضمن حقل مسؤولية تقصيرية فهي في أسباب انقطاع العلاقة السرية. خامسا نفس الأمر يقال في الفصل الثاني، نفس الأمر يقال في الفصل الثاني حيث تناول الطالب من جديد عناصر الطرد قابل للتعويض، وهي أفكار
عالج بعض منها في الفصل الاول مما يعكس في بعض الاحيان عدم تحكم الطالب في تقسيم الموضوع، فهو تقسيم غير منهجي في بعض الاحيان تحكمي، مما ادى الى صعوبه استيعاب الافكار التي اوردها رغم اهميتها البالغه. فهناك افكار جد مهمه اتى بها الطالب لكن لم يتم استغلالها الاستغلال الابدل عن طريق تقسيم منهجي بسيط ومنظم. اذا عندما تكون هناك غزاره في الافكار وغزاره في المعلومات، اذا لم نستطع ان ننظمها ونكتب افكارها يعني نجد صعوبه في استيعابها وفهمها، خصوصا مع غزارتها ومع عكترتها. خامسا، وجود اخطاء املائيه اخلت بالمعنى، وايضا عدم تحسن في بعض الاحيان لمكان وضع النقاط والفواصل مما يؤثر على المعنى. في بعض الاحيان نجد اسهاب في الدراسه المقارنه على حساب القانون المغربي، والحال ان الدراسه المقارنه دورها كما اقول دائما هي فهم القانون الوطني وتطويره وليست على سبيل الطرف او الاستعاضه. عندما نقول دراسه مقارنه بشقيها الافقي والعمودي، يعني بشقيها الافقي نقصد يعني اننا ندرس دراسه مقارنه للقوانين التي تشابهنا وتماثلنا في نفس الفتره الحقبه التاريخيه، وعندما نقول دراسه عموديه نقصد يعني التطور التاريخي لقانوننا في سيرورته التاريخيه. اذا هذه الدراسه المقارنه ليس الغايه منها طرف، وانما الغايه منها فهم وتطوير القانون، فهم القانون الوطني، اي اننا ندرس نفس القاعده التي موجوده لدينا في القانون المغربي، نفس القاعده موجوده مثلا في القانون الفرنسي، في القانون المصري، كيف طبقها القضاة الفرنسيين وكيف طبقها القضاة المصريين لنفهم فهما احسن القانون المغربي. يعني نقول هذا الفصل الذي يماثل مثلا فصل كذا من القانون المدني الفرنسي او يماثل فصل كذا من القانون المصري، طبقها القضاة المصريين كذا وقال الفقهاء في شأنهم كذا، اذا يساعدنا في فهم قانون الوطني. كما يساعدنا ايضا في تطوير، اذا نقول بان القانون الفرنسي كانت هذه النقاشات موجوده في فتره ما من التاريخ، لكن على ضوء النقاشات التي اثرت فقها وقضاء تدخل المشرع الفرنسي فعدل هذه المدى وفق الصيغه الحاليه. فهنا تساعدنا الدراسه المقارنه على المساعده في تطوير قانوننا الوطني. اذا الدراسه المقارنه الغايه منها هو هذا، هي الغايه منها فهم قانوننا الوطني وايضا المساعده في تطويره، وليست يعني من اجل الطرف الفكري او من اجل يعني ان نقول اننا استطعنا ان نطلع على كثير من الدراسات المقارنه. سابعا، عدم ايراد الاسماء اللاتينيه باللغه اللاتينيه. اذا عندما نذكر الاسماء الاجنبيه جاك بوري او نذكر اي اسم اردنا، لا بد ان نذكر الاسم بالاحرف اللاتينيه، يعني تسهيلا للبحث وتسهيلا في تصديق. ثامنا، وجود تقسيم ثلاثي في بعض الاحيان، مثال تقسيم مطلبين الاول والثاني من البحث الاول من الفصل الاول لثلاث فقرات عوض فقرتين في باقي المطالب. تاسعا، عدم تحيين القانون الفرنسي. اذا اعتمدتم على النسخه القديمه لكن القانون الفرنسي تم تاديبه يعني 10 فبراير 2016. اذا هذه هي الملاحظات العامه في العام. نبدا في الملاحظات الخاصه، اسمح لي ان ها؟ غير قل لي انا ما اذا الوقت لا يسعك، اذا نمشوا بسرعه جدا ولا كنظن لانه كنظن حتى رحمة ل ها؟ لأن نعطي هذه مباشرة الملاحظات كثيرة ونعطيها للطالب. بارك الله فيك. لأن مرة كنت باغي تقول لنا شي حاجة تسيب مرة ها؟ إذا مرة أخرى الشكر يعني رحمة بكم ورحمة باللجنة، يعني ملاحظات كثيرة لكن نعطيها للأستاذ الطالب الباحث. إذا مرة أخرى أجدد شكري للجنة العلمية على رأسهم سيدي أحمد الخرشع الذي أكن له حقيقة مشاعر خاصة. وطبعا أنا كلما كنت أتواجد هنا يعني أشعر بسعادة غامرة، وصدقوني القول أنني أحلى اللحظات هي التي أقضيها بينكم وبين طلبة الأعزاء. أتمنى خالصا من أعماق الفؤاد أن أكون يعني
عند حسن ظنكم بي وعند حسن ظن الطاقم البيداغوجي للمحضر، الشكر موصول لكافة أعضاء الجمعية والطالب الذي أتاح لنا هذه الفرصة، لكم جميعا على حضوركم، شكرا مرة أخرى. بارك الله فيكم جناب الوكيل، على الحقيقة هي محاضرة واستفدنا منها كما استفدنا من مداخلات الأستاذة خديجة وكذلك الأستاذة سناء، وأكيد بأنه الأستاذ إدريسي كما قلت في تقديم هو المرجع في القانوني المدني، وهنيئا للطلبة الذين تتلمذوا على يديه بأنه يتعرفوه أراها طلبة حصة مقررة بيداغوجيا فيها ثلاثة، لكن في بعض الأحيان تصل الساعات ديال التدريس عنده أكثر من 6 ساعات. وياك كرهتوني. عندما أنه يأخذك المحاضر بما تريد والذي تبحث عنه فتقول يا ليته يزيد، ولهذا أنه حقيقة وكما جميع الزملاء والزميلات أساتذة الذين يتدخلون في هذا المصدر أعتقد بأننا لنا الحظ الوافر جميعا، وحقيقة بأنه لولاهم ما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من نتائج التي نحققها في هذا الماستر، والعدد الطلبة الذين ينالون الدبلوم الماستر أو يتخرجون من سلك هذا الماستر. أنا أهني الطلبة على 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 ما يستفيدون منه في هذا الماستر وعلى كل المعلومات التي يتلقونها، وأكيد بأنها ستكون نافعة جدا بالنسبة لكم، لأن الذي يهمنا أولا وأخيرا ليس هو تسليم الدبلوم للطالب، وتعرفون جيدا بأنه وفضيلة الدكتور سي محمد الإدريسي قد أشار إلى هذه المعنى، عند فقهاء الإسلام خاصة المالكية لم يكونوا أبدا يعطون الورقة الشهادة سواء تعلق الأمر بالعالمية أو تعلق بالإجازة أو تعلق بما نسميه الآن نحن بالدكتورة، لا يعطون الورق أبدا، إنما الأستاذ المتخرج بأنه تحتسب له عدد الإجازات على فقهاء المذهب المالكي وكذلك على المذاهب الأخرى كما كان الشأن في العراق، ولهذا أنه الدبلوم عندما يسلم دبلوم للطالب أعتقد أنه بداية البحث العلمي. أنتم سفراء لهذا الماستر عندما تنالون الدبلوم الماستر في القانون العقاري والتعمير، هنا بدأت المسؤولية التي نشترك فيها جميعا، وهي أنه بداية البحث العلمي والتكوين الأكثر والأكبر والأعمق، ولكن كذلك هذه نصيحة، وهو أنه عندما تتخرجون وتنالون منصبا وظيفيا حفظكم الله اعتنوا بالمواطنين، اعتنوا بالمتفقين في الإدارات إذا كنتم لكم من المسؤولية أو حملتم من المسؤولية حتى يكون ذلك في مستوى الشهادة التي تنالونها من هذا المصدر. أنا لا أشك أبدا في التكوين، وفتكون الحمد لله فريق بيداغوجي متكامل، ربما إذا كان هنالك نقصان فنقصان يمتاز به أحمد خطاب، ولكنه بقية المتدخلين في القمة في الروعة في الاجتهاد في الاعتناء، ومرة أخرى أقولها وأكررها لأنهم يشتغلون معنا بدون أي تعويض، يشتغلون معنا بدون أي تعويض،
وهذا في الحقيقة كما قال فضيلة الأستاذ سي محمد الإدريسي بأن عندما يتواجد أو نتواجد مع طلبتنا لا ننسى كل شيء ولا يبقى أمامنا إلا الفرح والسرور بطلبتنا وبالعلم الذي تلقونه من هذا الفريق البيداغوجي الذي أشكره من أعماق قلبي على جميع المجهودات التي يبذلونها. شكرا لكم أستاذي الفاضل، الشكر كذلك للأستاذة خديجة علاوي، وأستاذة الشكر كذلك للسيدة الرئيسة سناء الماعي، وهذا بحقيقة تطور نوعي مهم جدا، إنه مما خاطنا في خطة العدالة لم يكن العدول يتصورون بأن الذي سيخاطب على الوثائق ويعطي رسمية هي امرأة، وأنا كنت دائما من الذين يدافعون على أن تتولى المرأة قاضية للتوثيق، وأستاذ سناء متمكنة لا من حيث الفقه الإسلامي ولا كذلك من حيث القانون أن تتولى هذا المنصب، وأكيد بأنها ستكون في المستوى وهي في المستوى ستكون كذلك في مستوى هذه المسؤولية. شكرا لك أستاذ سناء. والكلمة الأخيرة للطالب الباحث. لا يسعني إلا أن أقول في الأخير ما هذا إلا جهد بشري لا أدعي فيه الكمال. رحم الله من قال يعني رحم الله من قال إني رأيت أنه لا يكتب أحدا كتابا إلا وقال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان أجمل، ولو أضيف هذا لكان أحسن. وهذا جملة يعني وهذا أعظم العبارة، وهو دليل على ابتلاء النقص على جملة البشر. ولهذا أعدكم أساتذتي أنني يعني سأدخل جميع الملاحظات المجلاة في هذا الشأن، وأجدد شكري لكم وشكري أيضا للأستاذ الحضور. إلى أن تلقى الضوابط الميداغوجية الخاصة بسلك الماستر والماستر المتخصص، وبناء على الميزة المسبة لسلك الماستر المتخصص في قانون العقاري والتعمير والمعتمد بالكلية المتعددة التخصصات بالموضوع من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتاريخ 22/2/2020 ناقش الطالب محمد إزعاق المجدد ببني إنصار بتاريخ 7/6/1994 والمسجل بسلك الماستر المتخصص قانون العقاري والتعمير تحت عدد 305 رسالة لنيل الدبلوم الماستر المتخصص في قانون العقاري والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد أول في موضوع السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير التعويض تحت إشراف أستاذ أحمد خرطاع أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ أحمد خرطاع أستاذ بالكلية متعدد التخصصات بالناظور مشرفا ورئيسا، الأستاذة خديجة علاوي أستاذة بالكلية متعدد التخصصات بالناظور عضوة، الأستاذ محمد إدريسي أستاذ زائر بالكلية متعدد التخصصات عضوة، الأستاذة ثناء الماحي قاضية رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور عضوة. وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب نقطة 18/20
Thank you.